أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا مدرسة على الهواء. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتي هتدور حول مراجعة عامة على منهج مادة السي إن سي لطلاب مدارس التعليم الفني الصناعي، تخصص تشغيل المعادن، نظام ال3 سنوات وال5 سنوات. أهلا حبايبي، ونبدأ مع بعض حلقتنا، ونبدأ بأول جزئية هنراجعها وهي المعلومات الأساسية عن مادة السي إن سي مع بعضينا كده بقى على شاشتنا الجميلة، ونبدأ نشوف يعني إيه سي إن سي. تمام، يبقى إيه اللي بيقصد بيه كلمة سي إن سي؟ ده مصطلح مكون من 3 حروف. المصطلح ده معناه كمبيوتر نيوميريكال كنترول. يعني ايه كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ يعني تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي. يعني يميس ايه تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي؟ يعني دلوقتي يا اولاد ما بقيناش نتحكم في المكن بايدينا، بقينا نجيب جهاز كمبيوتر ونحط له البرنامج بتاعنا اللي هو بيدي للمكنه نفس الاوبشن اللي انا كنت بقوم بيه يدوي او مانيوال على الماكينات التقليديه. لذلك احنا سمينا هذه النوعيه من الماكينات بالنيوميريكال كنترول. يعني ايه نيوميريكال كنترول؟ يعني تحكم عددي بالبرمجه وليس تحكم يدوي. طيب نوعيه السؤال اللي ممكن تجيلي في الحته ديت، يقول لي ايه؟ يقول لي اذكر ما تعرف عن مفهوم السي ان سي. هنقول والله انا اعرف ان السي ان سي دوت عباره عن 3 حروف اختصارا ل3 كلمات، وهي الكمبيوتر والنيوميريكال والكنترول، معناها بالعربي التحكم العددي بالحاسب الالي. طيب لما نيجي يا اولاد يقول لنا زي ما بقى موجود بقى على الشاشه كده مفهوم او ما يقصد بمفهوم السي ان سي، احنا بنقول ان مفهوم السي ان سي هو عبارة عن كمبيوتر نيوميريكال كنترول. يعني ايه؟ يعني هو تطبيق لاحد الطرق العددية اللي عن طريقها اقدر اتحكم في الماكينات عن طريق ايه؟ حروف ورموز وارقام. احنا مش فاهمين يا ميس. يا اولاد دلوقتي احنا ما بقيناش نتحكم في المكن عن طريق الايادي وعن طريق الجير بوكس وعن طريق السيور وعن طريق الجنازير، ده انا بدأت اتحكم في المكنه عن طريق اكواد، والاكواد دي بتبقى عباره عن حروف ورموز وارقام. يبقى لما يجي يقول لي يعني ايه سي ان سي، هقول له هو تطبيق لاحد الطرق العدديه للتحكم في الماكينات. هو حضرتك يا ميس هتتحكمي في المكنه عن طريق باستخدام طريقه عدديه؟ مين الطريقه العدديه دي؟ البرنامج المجهز لبرمجه الايه؟ الماكينه. طب والبرنامج ده بقى يكون مكون من ايه؟ يكون مكون من حروف ورموز وارقام كونت لتسمي برنامج التشغيل. يعني انا عملت الحروف والرموز والارقام دي عشان من خلالها اعمل البرنامج اللي هبرمج بيه الايه؟ الماكينه. والماكينه دي لازم تكون مجهزه بجهاز حاسب آلي يكون ما بين وحده التحكم وما بين الايه؟ الماكينه. تمام، يبقى لازم تكون المكنه مجهزه بجهاز حاسب ايه؟ آلي، ويكون هو المتصل ما بين وحده التحكم في الماكينه والماكينه ذاتها. الكلام ده يا اولاد او اللي انا قلته ده هو شرح معنى الماده بتاعتنا، وده سؤال بيجي لك يعني ايه ماده السي ان سي دي وماذا يعني بكلمه سي ان سي؟ ده احنا قلنا كمبيوتر نيوميريكال كنترول، يعني تحكم عددي باستخدام الحاسب الالي في الماكينات. طب اتحكم ازاي؟ عن طريق باستخدام طريقة عددية. الطريقة دي مكونة من ايه؟ مكونة من حروف ورموز وارقام. الحروف والرموز والارقام دي كونت عشان اسمي بيها برنامج الايه؟ التشغيل، وبعد كده صدره لمين؟ للمكنة. والمكنة دي لازم تكون مجهزة بايه؟ بجهاز حاسب آلي. طب ليه؟ علشان جهاز الحاسب الآلي ده هو اللي هيكون وسيط ما بين وحدة التحكم وما بين الماكينة. تمام يا حبايبي؟ عرفنا كده ايه هو المفهوم ماذا يقصد بمفهوم السي ان سي.
ننتقل بقى لجزئية تانية في السي ان سي. طيب الجزئية التانية بتاعتنا بتقول لنا ايه؟ قولولي ايه هي اجزاء ماكينة السي ان سي ديت؟ هي المكنة ديت هتبقى زي المكنة التقليدية ولا هتختلف؟ قال لي بص زي ما هو موجود على الشاشة بقى، قال لي ماكينة السي ان سي تتكون من 3 اجزاء. اول جزء هو الماكينة، وهي التي تقوم بكل عمليات الايه؟ التشغيل. طب وايه كمان؟ قال لي لازم الماكينة تبقى ملحق بيها وحدة تحكم. طب وحدة التحكم دي ايه فايدتها؟ هي اللي هتتحكم لي في كل محركات الايه؟ الماكينة. طب وكمان يبقى ملحق بالماكينة ايه؟ قال لي يبقى ملحق بالماكينة جهاز الكمبيوتر. وجهاز الكمبيوتر ده ايه وظيفته؟ وظيفته يا ولاد ان انا هكتب عليه البرنامج، هحفظ في الذاكرة بتاعته البرنامج بتاعي، هستدعي البرنامج من خلاله، واقدر اشغل الماكينة بالبرنامج من خلال اصدار الاوامر من جهاز الحاسب الايه؟ الالي. يبقى انا دلوقتي عرفت لما يجي لي سؤال يقول لي اذكر اجزاء ماكينات السي ان سي، هقول له احنا عندنا الماكينات دي بتتكون من 3 اجزاء. الجزء الاول وهو الماكينه ذاتها، والماكينه ذاتها دي بتقوم بايه؟ بتقوم باجراء عمليات الايه؟ التشغيل المراد، عملها في المنتج. طب احنا عندنا الجزء الثاني عباره عن ايه؟ وحده التحكم. طب ووحده التحكم دي بقى هتقوم بايه؟ من اسمها وحده التحكم تقوم بالتحكم في جميع محركات المكنه، يعني هي اللي مسؤولة ان هي تتحكم في كل محركات الايه؟ الماكينة. طب واحنا عندنا جزء تالت اللي هو عبارة عن مين؟ الحاسب الالي. والحاسب الالي ده وظيفته ايه يا ولاد؟ وظيفته ان انا اعمل البرمجة عليه، يعني اكتب البرنامج عليه واحفظ البرنامج عليه، وكمان اصدر البرنامج من على الجهاز الحاسب الالي للماكينة من خلال ايه؟ من خلال الحاسب الايه؟ الالي. يبقى اصدر البرنامج الى الماكينة من خلال الحاسب الايه؟ الالي. يبقى ده اجزاء ماكينات السي ان سي، هي عبارة عن الماكينة ووحدة التحكم وجهاز الحاسب الالي الذي يقوم باصدار البرنامج للماكينة. ثانيا ان انا بحفظ فيه البرنامج، ثالثا انا بكتب عليه البرنامج المراد تنفيذه على الماكينة. ننتقل بقى لجزئية اخرى. طيب بنشوفها كده على الشاشة بتاعتنا، بيقول لي اشرح انظمة التحكم العددي. الله ده سؤال جميل قوي بقى يا ولاد، يعني ايه انظمة التحكم العددي؟ هو احنا عندنا كذا نظام يا ميس؟ احنا اول ما بدأنا في النيوميريكال كنترول كان عندنا اول سيستم اسمه ال NC وليس CNC. طب ايه الفرق ما بين السيستم ده وسيستم ماكينات السي ان سي؟ ال NC ده متشالة منه السي الاولانية اللي هي الكمبيوتر، يعني كانت ماكينة بتعمل بدون ايه؟ كمبيوتر، بس كنت ببرمجها برضك، بس كانت البرمجة بتاعتها عبارة عن برمجة بالكروت، بالحاجة اسمها الشريط المثقب. الشريط المثقب ده كان عبارة عن شريط احنا بنضع عليه الرموز والحروف اللي احنا عايزينها وبندخلها للماكينة. بس كانت عيوب هذا السيستم يا اولاد ان هو كان يقدر يعمل لي شكل واحد فقط، يعني افضل مشغل الماكينة ال 24 ساعة بتوع اليوم على شكل واحد للمنتج. هيطلع لي منتجات هايلة ومنتجات كتيرة جدا، بس المكنة دي مش هتطلع غير شكل واحد. طب لو انا حبيت اغير شكل المنتج هحتاج إعادة برمجة كاملة للمكنة، واشيل كل الشريط المثقب اللي انا عملته للمنتج الاولاني وابدأ اصنع شريط مثقب تاني. ده بياخد مني وقت كبير جدا، يضيع في عملية البرمجة، بيستهلك مني طاقة وقدرة مين؟ العامل في حاجة اسمها العمل الغير فعلي او الوقت الغير فعلي للايه؟ للعمل. يبقى ده اهدار ايه؟ اهدار وقت. طيب انا بالنسبة لي لازم افكر، طالما ان المكان ده ما ادانيش الكواليتي اللي انا عايزها وما ادانيش سرعة الانتاج اللي انا عايزها، يبقى افكر بعد كده ان انا بدل الشريط المثقب ده اعمل وسيلة تقلل لي وقت البرمجة. عملنا حاجة اسمها يا اولاد السي ان سي. السي ان سي بدل ما انا ابرمج واكتب على شريط مثقب، لا انا شلت وجبت كارت ميموري
وحطيت عليه البرنامج وحطيته لجهاز كمبيوتر وبدأت ان انا ايه ابرمج من عليه. عشان كده احنا اتنقلنا من جيل ال ان سي الى جيل ماكينات السي ان سي، والسي اللي زادت ديت هي بتاع الجهاز الحاسب الآلي اللي انا عملت له الحاق للماكينة علشان خاطر تتحول من ماكينة لا تعمل بالحاسب الآلي وبشتغل من خلالها على منتج واحد إلى ماكينة تعمل بجهاز الحاسب الآلي وتقبل التغيرات في شكل الإيه؟ في شكل المنتجات. وده اللي اداني دلوقتي سماحية إن أنا أقدر أنافس محليا ودوليا في شكل المنتجات والكواليتي بتاعت المنتجات بتاعتي. ده المكن اللي هو السي إن سي. طيب مكن السي إن سي ده يا ولاد، انا بعد ما جاني المكن ده وبرمجته واشتغلت عليه، انا عايز برضك اسهل عليا وقت البرمجه. قال لي في طريقه هتعملها، بدل ما تبرمج مكنه واحده انت ممكن تبرمج كل المكن اللي عندك في عنبر التشغيل في نفس اللحظه وفي نفس الثانيه. طب ازاي؟ قال لي هنتنقل من نظام السي ان سي الى نظام اخر يسمى دي ان سي. طب ايه الفرق ما بين السي ان سي والدي ان سي؟ قال لي السي ان سي انت هتبرمج كل مكنه على حده، انما الدي ان سي انت هتحط البرنامج في جهاز كمبيوتر اسمه جهاز كمبيوتر مركزي، وجهاز الكمبيوتر ده اول ما تبرمج عليه هينزل يسطب لك البرنامج على كل المكن اللي موجود عندك فين في المصنع. يبقى انا كده وفرت وقت جامد جدا في البرمجه، وكمان قدرت من خلال عنصر بشري واحد اتحكم في كل الايه الماكينات. طيب ما انا وفرت وقت وفرت عماله، إيه لو في اي مشكله في اي مكنه تقدر الالارم بتاعه يوجيني عن طريق لوح التحكم. يبقى انا هنا عمليه المتابعه والمراقبه للماكينات بقت سهله جدا وبقت في لوحه واحده، واقدر ان انا اباشر كل المكنه من خلال لوحه الايه لوحه التحكم. يبقى ارجع واقول ان انا عندي كام نظام من انظمه التحكم في ماكينات التحكم العادي. انا عندي يا اولاد ثلاث انظمه، نظام ال ان سي اللي هو قدامنا على الشاشه، ونظام السي ان سي، ونظام الدي ان سي. وعايزه اقول لك على حاجه، ماذا نعني بنظام الدي ان سي؟ مش احنا قلنا السي ان سي كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ طب ماذا نعني بنظام الدي ان سي؟ قال لي دايركشن نيوميريكال كنترول. يعني ايه دايركشن نيوميريكال كنترول؟ يعني نظام تحكم مباشر. هو السي ان سي يا ميس كان نظام تحكم غير مباشر؟ اه كان نظام تحكم غير مباشر. يبقى انا كان عندي انظمه تحكم مباشره وانظمه تحكم غير ايه مباشره. الدي ان سي دايركشن نيوميريكال كنترول ده نظام تحكم مباشر. وماذا نعني بنظام التحكم المباشر؟ ان يتم برمجه جميع الماكينات في نفس اللحظة وفي نفس الثانية من خلال جهاز كمبيوتر واحد مركزي. ولكن السي ان سي ده نظام برمجة اسمه ايه بقى؟ غير مباشر، اندايركت نيوميريكال كنترول، اندايركت نيوميريكال ايه كنترول. طب وماذا نعني بيه؟ ان بيتم البرمجة لكل ماكينة على ايه؟ على حدة. تمام يا حبايبي، يبقى احنا كده عرفنا ان انا عندي ثلاث انظمه، ال ان سي، السي ان سي، الدي ان سي، ونبدا نشرحهم من خلال شاشتنا الجميله. بص بقى مع بعض على الشاشه الجميله بتاعتنا. احنا اول نظام احنا قلنا ان هو اسمه ال ان سي، وال ان سي دوت كان نظام برمجه وكانت الماكينه تعمل بواسطه الشريط المثقب. طيب والنظام الثاني قلنا ان هو نظام اسمه سي ان سي، وكانت فيه الماكينه بتبقى متصله بجهاز كمبيوتر، وجهاز كمبيوتر ده بيبقى موجود على كل ماكينه وبيبقى متصل اتصال مباشر بالماكينه بتاعتي، ويسمى هذا النوع بنظام البرمجه الايه المباشر. طب انا عندي نظام تالت اسمه الدي ان سي، والدي ان سي دوت اللي هو نظام البرمجه المباشره، اللي هو من خلاله اقدر ابرمج جميع الماكينات في ان واحد او في نفس اللحظه من خلال كمبيوتر مركزي. قال لي الكمبيوتر هنا بيكون في مكان بعيد عن الماكينات التي تعمل، وكمان باستخدامه يتم التحكم في اكثر من ماكينه في نفس الايه الوقت من خلال جهاز كمبيوتر ايه مركزي. طيب سؤال جميل قوي قوي بقى بيجي لنا،
حضرتك يا ميس دلوقتي قلتي ان احنا ما بقيناش ندخل العامل البشري في عملية التصنيع، والتصنيع بتاعي شغال بالبرمجة. طيب طالما شغال بالبرمجة، ايه هي المميزات الجميلة بقى اللي ممكن ان السيستم ده يديها لي وانا ما كانتش موجودة في المانيوال في النظام التقليدي الاول؟ قال لي ليه مميزات عديدة جدا يا ولاد. انا زي ما بقولك كده، ده آلي، ده نظام آلي، يبقى مفيهوش تدخل عامل بشري، يعني مش هلاقي أخطاء كتيرة، هلاقي الكواليتي بتاعتي عالية، هلاقي الأبعاد بتاعتي تطلع بالدقة المطلوبة، هقدر أنافس عالميا بالمنتج بتاعي، مش هقدر أنافس محلي بس، هقدر أدخل في المنافسة الإيه؟ العالمية بتاعتي. الأخطاء اللي بيقع فيها العاملون بتاعتي تبقى صغيرة قوي، ممكن ان انا اعمل عملية تعديل وتغيير في نفس اللحظة، ما احتاجش لعملية تظبيط المكنة ووضع لينات يا ولاد ومثبتات ومرشدات زي ما احنا ما كنا بنتبع في نظام التقليدي بتاعنا. طيب احنا عايزين نشوف بقى المميزات ديت لما نيجي نكتبها في الامتحان، هنكتبها بشكل منطقي ازاي؟ نبص مع بعض بقى على الشاشة بتاعتنا، هتعرض لنا مميزات ماكينات التحكم العدسي مع بعضينا كده على الشاشة. أول ميزة في المميزات الجميلة بتاعتنا تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة. العامل عندي لما بيجي يشتغل بيعمل كوباية شاي، بيقف يقرأ في المشك بتاعه، بيكلم زميله، كل الكلام ده يا أولاد في التحكم العددي مش موجود، لان انا حطيت برنامج وشغلت المكنه، فما فيش اي وقت ضائع بدون انتاج فعلي. اول ميزه، لا يوجد اي وقت ضائع بدون انتاج ايه؟ فعلي. المكنه مشغلاها 24 ساعه مش بتبطل، وما فيش ثانيه بتقف. تمام، يبقى اول حاجه لا يوجد اي وقت ضائع بدون انتاج ايه؟ فعلي، او تقليل الزمن الضائع بدون انتاج ايه؟ فعلا. طب والميزه الجميله الثانيه، قال لي استخدام تجهيزات تثبيت اكثر بساطه من اللي انا كنت بستخدمها مع الماكينات الايه التقليديه. كلام جميل قوي يا ولاد. يعني ايه؟ يعني احنا زمان كنا بنستخدم المثبتات والمسامير والقمطه وكل الكلام ده، كنت بربط وبشغل بثبت بيه الايه الشغله بتاعتي، كانت بتبقى عملية صعبة جدا ولازم اربط ولازم افك. طب وايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ده انا بجيب المنتج بتاعي احطه على صينية المشغولات، بمجرد ما احط فيشة المكنة بيحصل مجال مغناطيسي، عن طريق قوة القوة الكهربائية المغناطيسية اقدر الزق فين؟ الشغلة في مين؟ في الديسك بتاعي او صينية المشغولات. يبقى انا ما احتاجتش لا مثبتات ولا مرشدات ولا اي ادوات تثبيت، ولا اهدرت وقت عندي ضائع في ان انا اعمل عملية التثبيت لمين؟ للشغلة بتاعتي. يبقى هنا استخدام وسائل تثبيت اكثر بساطة مما كان يتم استخدامها في ماكينات التقليدية. تمام يا ولاد. طب والميزة الثالثة الجميلة بتاعتنا، اللي يحقق نظام انتاج اكثر مرونة للتغير في جداول الايه الانتاج. يعني ايه؟ انا مش فاهم يا ميس. اه يا حبيبي انا افهمك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي تغيير في ديزاين، عشان اغير في الديزاين على المكن المانيوال كنت بمسك المكنة كلها اغير تركيبة اجزائها. لا انا دلوقتي ما عنديش الكلام ده. لو عندي تغيير في البرنامج بقف على المكنة وامسح السطر القديم واحط السطر الجديد، البرمجه بتاعت السطر الجديد للديزاين الجديد، ابص الاقي المكنه اوتوماتيك غيرت العده وغيرت التركيبات بتاعتها من نفسيها اوتوماتيك واشتغلت. في الحاله ديت لو بقى عندي مرونه، بقى عندي مرونه في تقبل تغيرات الايه المنتجات، يعني انا اغير اي منتج واي شكل واي عمليات تنفيذيه بطريقه سهله جدا عن طريق ازاله البرمجه القديمه واحط البرنامج بتاع الايه الحديث. طيب وده بياخد وقت؟ لا، ده بيحتاج ان انا اغير سطر او سطرين في البرنامج والمكنه بتبدا تشتغل على الديزاين الايه الحديث يا ولاد.
تمام. طب والميزة الجميلة زي بتاعتنا التانية، قال لي السهولة في تقبل أي تغيرات في تصميم القطع المنتجة، لأن ذلك يحتاج فقط إلى تغيير في الإيه؟ في البرنامج. النقطة دي إحنا لسه كنا شارحينها مع النقطة الإيه؟ الأولانية، إن أنا بقدر إن أنا أغير في التصميم بتاعي، والتصميم بتاعي ده بغيره وفقا مين؟ وفق التغيير في مين؟ في البرنامج. بمجرد ان انا غيرت في البرنامج، انا غيرت في الديزاين اللي انا هنفذه، وبالتالي ده بقى اسمها ايه؟ اسمها عملية انتاج مرنة. عملية انتاج مرنة معناها ان المنتج بتاعي فيه مرونة في تصنيعه، بمعنى ان المكنة بتقبل اي تغيرات وبتنفذ اي تغيرات بطريقة سهلة وسلسة جدا. تمام يا حبايبي، دي كده مميزات جميلة قوي لمكنة التحكم الايه؟ العدسي. طب وفي مميزات كمان، قال لي زيادة دقة التصنيع وقلة الأخطاء التي قد يقع فيها مين؟ العاملون. طيب ما احنا طول النهار العامل الإضاءة عنده مش كويسة، في أخطاء طلعت في القياس، القدمة اللي ماسكها عشان يقيس بيها مش مظبوطة، في أخطاء طلعت في القياس. ومعنى إن أخطاء طلعت في القياس يعني المنتج بتاعي الكواليتي أو الفينيش بتاعه مش مظبوط، يعني أنا هعمل إهدار منتجات للمؤسسة الإنتاجية اللي أنا إيه بشتغل فيها. طب لما أنا أعمل إهدار منتجات للمؤسسة اللي أنا شغال فيها، في الحالة ديت أنا بضيع وقت، بضيع فلوس، بضيع كمان إيه خامات ومعدات انا بستهلكها. كل الكلام ده بيبقى خساره على المؤسسه الايه الانتاجيه. اذا مكن السي ان سي هو جه اشتغل بنظام الانيميشن وبنظام الاوتوماتيك، فالناحيه دي خلتني اتعامل عن طريق برنامج. البرنامج هو اللي بايده ان هو يضع كل جزئيه وكل اداه في مكانها الصحيح، وبالتالي في النهايه انا بحصل على منتجات دقتها عاليه جدا، مستوى تشطيبها عالي قوي، انا ما بهدرش وقت خالص، انا بطلع في كل الوقت بتاعي منتجات كتيره. اذا بيعود على المؤسسه الانتاجيه بمعدل ارباح عالي جدا جدا. وده هو الفرق ما بين مكن السي ان سي والمكن التقليدي والتصنيع بنيوميركال كنترول يا اولاد. ده كان مميزات ماكينات التحكم العدسي. طيب كل حاجه زي ما ليها المميزات بتاعتها اكيد فيها بعض العيوب. طب احنا عايزين نتعرف على بعض عيوب ماكينه السي ان سي. قال لي اول حاجه يا اولاد ان انا عندي زياده الصيانه الكهربيه وتنوعها داخل المصنع. يعني ايه؟ يعني انا عندي الماكينه بتاعتي ديت بتشتغل باكثر من موتور، وكل موتور من المواتير دي بيحتاج للصيانه، يبقى معنى كده طالما في تعدد مواتير يبقى في تعدد صيانه ايه كهربيه. وده هو اللي بيبقى عيب من عيوب المكن ده، ان بيبقى فيه زياده للصيانه الايه الكهربيه. ارتفاع التكلفه الابتدائيه للماكينه، حلو قوي. المكن ده بيوصل الى تكاليفه الى 5 اضعاف تكاليف المكن المانيوال، فبالتالي التكلفه الابتدائيه للمكن ده بتبقى ايه كبيره جدا جدا. ارتفاع تكلفه التشغيل للماكينه، يعني ايه تكلفه التشغيل يا اولاد؟ يعني العده اللي انا بشتغل بيها على المكنه ديت اغلى بكتير من العده اللي انا بشتغل بيها على المكنه المانيوال. كمان سائل التبريد اللي انا بشتغل بيه على المكنه ديت اغلى بكثير جدا جدا من سائل التبريد اللي انا بشتغل بيه على المكنه الايه المانيوال. كمان الماكينه بتاعتي دي لازم تتحط في معمل، معمل ده له درجه حراره معينه ومكيف، غير ما انا بشتغل على المكن التقليدي وبيبقى محطوط في ورشه عاديه، مش الارضيه مش مجهزه، المعمل او الورشه مش مجهزه بتكييفات. لا، المكن ده لازم يوضع في مكان في درجه حراره معينه، علشان درجه الحراره دي بتحافظ على حاجه مهمه قوي يا اولاد اسمها معياريه الدقه في اداه القطع. معياريه الدقه دي يا اولاد لو درجه الحراره اختلفت اداه القطع بتتمدد او تنكمش، لما باجي اشتغل بيها ما بتدينيش الكواليتي او الفينش اللي انا محتاجاه وبالدقه المطلوبه. فلازم المكن ده يوضع في معمل له درجه معياريه من درجه الحراره مضبوطه، ويعني مقاسه ولها جداول محدده عياريه. عشان كده انا بقول جداول عياريه ليه؟ يعني ليها توصيف دولي. لها توصيف ايه؟ دولي.
ده كده يا اولاد كانت مميزات وعيوب ماكينات السي ان سي. احنا طبعا لقينا دلوقتي ان العيوب هي عباره عن ان انا بزود الصيانه الكهربائيه بتاعتي، ان لازم اشتغل بمعدات واداه قطع ذات مواصفات خاصه، المكنه نفسها لازم توضع في مكان له درجه حراره معينه، وده بيتطلب مني ان انا اصرف اكتر كمصاريف او تكلفه مبدئيه لشراء المكن ده تبقى اكتر بكتير من المكن التقليدي، بس في نفس الوقت انا بحط تكلفه ابتدائيه كبيره بس بتجيب لي عائد ارباح عالي جدا جدا للمؤسسه الانتاجيه بتاعتي. ده كده كانت مميزات وعيوب ماكينه السي ان اي سي. طيب ننتقل بقى كده لسؤال جميل تاني، بيقول لي ايه بقى السؤال الجميل بتاعنا ده؟ قارن بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليديه. احنا دلوقتي بقى دخلنا بعد الكلام الجميل ده، احنا عايزين نقارن بين المكن التقليدي وماكينات السي ان سي. فبيقولي من حيث الشكل، شكل المكنه التقليديه تقليديه الشكل. طب مكنه السي ان سي؟ قال لي لا، ده محاطه بغلاف اللي هو الباب بتاعها حمايه من الرايش وسائل التبريد والضوضاء. طب والهيكل؟ قال لي هيكل الماكينه ده اقل قساوه من ماكينات السي ان سي، وماكينه السي ان سي بتبقى اكثر قساوه من ماكينات التحكم الايه التقليديه. قال لي كمان عمود نقل الحركه، وده مهم جدا يا اولاد نعرفه، عمود نقل الحركه في المكن التقليدي بيبقى عمود على وش شبه منحرف، انما عمود نقل الحركه في ماكينات السي ان سي بيبقى عباره عن عمود الاوز على كريات. طب وايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ده بقى هو اللي اداني مميزات مكن السي ان سي. عمود نقل الحركه في المكن التقليدي شبه منحرف، فتلاقي ان العمود لما بيجي يلف مع الجشمه في احتكاك ايه كبير قوي بينهم، الاحتكاك ده بيقلل سرعه المكنه، بيقلل جوده المكنه، بيقلل العمر الافتراضي بتاع المكنه، بيديني بيسخن المكنه بايه بسرعه جدا. طب كريات، يعني انا دلوقتي لو انا شغاله على عمود شبه منحرف ده بيعمل احتكاك كبير ما بين مين وما بين مين؟ ما بين العمود وما بين الايه الجشم. طالما عمل احتكاك كبير يبقى زود لي درجه الايه الحراره، عمر الافتراضي للمكنه قل، المكنه دي مش هتشتغل معايا كتير، العمر الافتراضي لقطع الغيار بتاعتي قلت، تمام، درجة الحرارة المتولدة في الأجزاء المحتكة والأجزاء الدائرة بقت عالية قوي. طيب طالما الحاجات دي كلها كانت موجودة في المانيوال وده اللي كان بيديني تشطيب رديء، وكانت المكنة بتاعتي ما بتدورش بالسرعة المطلوبة، طب اتغلبنا عليه ازاي بقى في المكن السي ان سي؟ عملنا أعمدة نقل الحركة كلها على كريات. طب لما عملتها على كريات ايه المميزات اللي اديتها لي؟ قالت لي انا قللت لك درجة الحرارة، وطالما قللت لك درجة الحرارة يبقى الأجزاء بتاع المحتكة بقت ايه؟ يبقى الاحتكاك بقى قليل، وطالما قللت الاحتكاك وقللت درجة الحرارة يعني السرعة بتاعت المكنة هتزيد، وطالما سرعة المكنة هتزيد يبقى انا ممكن انتج منتجات ايه؟ كثيرة جدا جدا. تمام حبايبي؟ طيب الفرق ما بين العمالة في المكن المانيوال والمكن السي ان سي، مكن المانيوال عندي بيشتغل بعامل مهر، المكن السي ان سي لازم عامل مدرب على ماكينات التحكم الايه العدد. تمام يا حبايبي؟ يبقى احنا النهارده اخدنا بعض المعلومات الاساسيه على ماكينات السي ان سي، وراجعنا اهم النقاط زي المقارنه وزي الفرق ما بين ماكينات السي ان سي والمكن التقليدي، مميزات وعيوب ماكينات السي ان سي، وماذا نعني بمفهوم السي ان سي. وبكده حبايبي احنا وصلنا لنهايه حلقتنا الجميله، اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بكم ابنائي مره اخرى، وبعتذر عن انهاء الحلقه، اخذنا فاصل ورجعنا مع بعض نواصل حلقاتنا مره اخرى.
أبنائي الأعزاء، إحنا كنا اشتغلنا في جزء كبير جدا عن المعلومات الأساسية لماكينات التحكم العادي. هنكمل الجزئية ديت بسؤال جميل قوي بيجيلنا وبنتعرض له في الامتحانات دايما، وهو عبارة عن إيه هي الفرق ما بين ماكينات التحكم العادي والماكينات التقليدية. كنا أخدنا جزء منه، هنبدأ نستكمل الجزئية بتاعتنا ديت. احنا قلنا ان في عندي فرق كبير جدا في العمالة. العمالة اللي بتطلب لماكينات التقليدية بتبقى عمالة ماهرة، ولكن العمالة اللي انا بطلبها للماكينات التحكم العادي ان هو يشتغل على ماكينة التحكم العادي لازم تكون عمالة ماهرة مدربة على برنامج التحكم العادي. طيب بالنسبة للكواليتي او الفينيش، او زي ما هو قدامنا كده على الشاشة، قال لي الفينش بتاعي او التشغيل بيتم يدوي او ميكانيكي بالنسبة لماكينات تحكم الماكينات التقليدية، ولكن في ماكينات السي ان سي التحكم بتاعي والتشغيل بيتم عن طريق برمجة ماكينات التحكم. طب بالنسبة لي يا ولاد، المكنة بتاعتي لو انا جيت قلت ان هي بنتحكم فيها من خلال ايه؟ قال لي بالنسبة للمكن التقليدي التحكم في الحركة بيبقى عن طريق ايادي او اذرع التحكم في الماكينة، ولكن التحكم في مكن السي ان سي بيكون عن طريق برنامج التحكم. تمام؟ طيب احنا عندنا سؤال جميل جدا بيجي لنا ويقول لنا اذكر انواع الحركات في ماكينات السي ان سي. طيب انواع الحركات بتاعتنا دي ممكن تكون ايه؟ قال لي انا عندي اول نوع الحركه من نقطه الى نقطه. يعني ايه من نقطه الى نقطه؟ يعني الاداه هتنزل تبدا تشتغل في نقطه وترجع لنفس النقطه بتاعتي مره ايه؟ مره اخرى. طب التحكم ده ممكن يتم في انهي مكان؟ قال لي ماكينات الصقب. ماكينات الصقب اللي انا بشتغلها بالبرمجه بيتم عن طريقها التحكم في من نقطه الى نقطه، بمعنى البونته بتاعتي بتنزل تتقب وترجع لمكانها مره ايه؟ مره اخرى. يبقى التحكم هنا من نقطه الى نقطه، بسميه نقطه اللي هو التحكم من بوينت تو ايه؟ تو بوينت. طيب انا عندي نوع تاني من التحكم يا اولاد اللي هو التحكم في مسار خطي. طب التحكم في مسار خطي ده بيتم فين؟ قال لي في مكن الخراطة ومكن الفريزة. بص هنا يا اولاد، لو بصينا على الشاشة الأداة عندي هنا، أداة القطع هنا بتتحكم فيها في ماشي في خط ايه؟ في خط مستقيم. طب التحكم ده بيتم على انهي مكن؟ قال لي نوعين من المكن، مكن ايه؟ مكن الخراطه ومكن الفرائز. مكن الخراطه ومكن الايه؟ الفرائز. يبقى انا هنا اقدر اتحكم في حركه اداه القطع في خط مستقيم، وده بيتم على الفرائز والايه؟ والمخارط فقط. طب التحكم في مسار مستمر يا ولاد، بص هنا كده يا ولاد اهو، العده بتاعتي هتتحكم وهقدر امشيها في مسار ايه؟ في مسار مستمر على سطح الشغلة بتاعي، وده بنسميه الكونتينيوز باث، يعني التحكم في مسار ايه؟ مستمر. طيب ده بيتم فين؟ قال لي برضك في مكن الخراطة ومكن الايه؟ الفرايز. طيب احنا عايزين نقول يا ولاد دلوقتي، يبقى انا كده عرفت انواع التحكم في ماكينات التحكم العددي. انواع التحكم عندي 3 انواع من التحكم، التحكم في من نقطة إلى نقطة اللي هو من بوينت تو بوينت، والتحكم في خط مستقيم، والتحكم في مسار إيه؟ مستمر. طيب التحكم من نقطة لنقطة دي ممكن أشوفها فين؟ أشوفها في مكنة الصقب ومكنة لحام الإيه؟ النقطة. طب والتحكم في خط مستقيم؟ قال لي في مكن المخرطة والفريزة. والتحكم في مسار مستمر أيضا في مكن المخرطة والإيه؟ والفريزة، علشان نبقى عارفين كده إن إحنا عندنا 3 أنواع من أنواع التحكم في الإيه؟ في أداة القطع على ماكينات السي إن سي، من نقطة إلى نقطة وفي خط مستقيم وتحكم مستمر. في سؤال بقى من دلوقتي محتاجاكم تركزوا معايا كويس قوي، علشان الجزئية دي خاصة بعملية البرمجة. هنا بيسألني هو إحنا عندنا كم محور في الماكينة، والمحاور دي اسمها إيه، وأقدر من خلالها أتحكم في عملية البرمجة إزاي. ركز يا شباب، الموضوع ده مهم جدا لأن ده أساس برمجة. فمع بعض كده بقى على الشاشة ونشوف الجزئية دي طالبة مني إيه بالظبط. بيقول لي هنا يا ولاد المحاور الأساسية في الفريزة. بص يا حبايبي، إحنا عندنا المحاور بتاعتي، عندنا محور أفقي، محور أفقي أهو كده، المحور اللي أنا بشاور عليه ده المحور الأفقي، وبنسميه محور إكس، وبياخد إشارة موجبة، والناحية التانية بياخد إشارة إيه؟ سالبة.
طب مين بيفرق الإشارة المجابة عن السالب؟ الايه، الزيرو بوينت بتاع الشغلة، صفر الشغلة. يبقى صفر الشغلة ده بيجي منه محور اكس موجب ومحور اكس ايه سالب، وبيبقى اتجاهه في الاتجاه الايه الافقي. طيب احنا عايزين نعرف الاتجاه التاني او الرأسي اللي هو بنقول عليه محور واي. قال لي محور واي برضك بياخد اشارة موجبة وبياخد في الناحية التانية اشارة ايه سالبة. طب المحور الثالث اللي عندنا اللي هو مسؤول عن عمق القطع ونزول وارتفاع العدة، ده بنسميه المحور مين؟ المحور زد. يبقى انا عندي المحور اكس، المحور واي، المحور زد. المحور اكس هو بيمثل لي طول الشغلة، المحور واي بيمثل لي عرض الشغلة، المحور زد بيمثل لي اللي هي ارتفاع أداة القطع عن الشغلة، بيمثل لي الحركة الرأسية لأداة القطع على الشغل، بيمثل لي الحركة الرأسية لأداة القطع على مين؟ على الشغل. يبقى أنا عندي يا أولاد كام محور العدة بتتحرك فيها على الشغلة بتاعتي. أنا عندي 3 محاور، محور إكس وده بيمثل طول الشغلة بتاعتي، وده بيبقى ليه إشارتين، إشارة بوزيتيف وإشارة نيجاتيف. الإشارة الموجبة بتبقى واخدة يمين الزيرو بوزيشن بتاع مين؟ بتاع الشغل. والإشارة السالبة بتبقى واخدة شمال الزيرو بوزيشن بتاع إيه؟ بتاع الشغلة بتاعتي. طب والمحور واي، المحور واي ده بيمثل لي عرض الشغل، تمام؟ طب وبيمثل عرض الشغل أيضا له إشارة موجبة وإشارة سالبة، والإشارة الموجبة بتبقى دايما أعلى زيرو الشغلة، والإشارة السالبة بتبقى أسفل زيرو الإيه الشغلة. وعندي محور ثالث يسمى المحور زد، والمحور زد ده هو المسؤول عن عمق القطع المراد إزالته من الشغلة. ولو أنا فوق سطح الشغلة بيحسب زد موجبة، لو انا اخترقت الشغلة بتاعتي ونزلت العمق القطعي بتاعي باخذ العمق القطعي قيمته باشارة ايه سالب. يبقى انا لما يجي يقول ايه المحاور الاساسية للتشغيل على مكنة الفريزة ذات التحكم العددي، هنقول له المحاور الاساسية للتشغيل على مكنة الفريزة ذات التحكم العددي هي 3 محاور، المحور اكس ويمثل طول الشغلة، المحور واي يمثل عرض الشغلة، المحور زد ويمثل حركة العمق القطعي الرأسية أعلى ولأسفل، وبيحسب بإشارة سالبة داخل الشغلة وإشارة موجبة خارج الشغلة بتاعتي. طيب ننتقل مع بعض بقى كده لجزء آخر، الجزء ده مهم قوي يا أولاد. بيقول لي إيه هي نقاط الصفر بالنسبة لماكينات التحكم العجزي؟ نقاط الصفر، إحنا عندنا 4 نقاط صفر، هو مكتوب قدامك على الشاشة 3 ولكن في الرسم 4 نقاط للزيرو بوزيشن. أول حاجة نقطة الصفر للمرجع، نقطة زيرو بتاعة المرجع اللي احنا بنسميها الريفرنس بوينت، اللي هي النقطة دي يا ولاد، دي نقطة بنسميها نقطة المرجع. يعني ايه نقطة المرجع؟ النقطة دي اللي بنبدأ من عندها الشغل، واللي بعد ما بنخلص الشغل بنرجع ايه؟ بنرجع ليها مرة أخرى، دي بنسميها الريفرنس بوينت، دي نقطة المرجع. طب وعندي نقطة أخرى اسمها الام، مين الام دي يا ولاد؟ أهي بص هنا كده، النقطة دي موجودة أعلى صينية المشغولات في الجزء الأيمن من صينية المشغولات لأعلى. النقطة دي بنسميها الماشين زيرو بوينت، يعني دي نقطة معروفة من قبل صانع الماكينة، ودي نقطة صفر المكنة غير قابلة لأي تغيير، محدش يقدر يغير مكانها. ليه؟ لأن المكنة بتتورط بيها، يعني أنا باخد المكنة بتتورط لي بالنقطة ديت، هي النقطة دي اللي بتعرفني صفر المكنة فين، واللي على أساسها بقدر إن أنا أظبط المكنة بتاعتي هتبدأ الحركة بتاعتها منين. يعني دي النقطة الأساسية في المكنة كلها، اللي هي بيقولك إن النقطة ديت اللي برجع لها لو في أي خطأ حدث في الإنتاج بتاعي أنا لازم أرجع
للنقطة دي بتبقى إسناد الأبعاد بتاعت كل جزئية في المكنة إيه من خلالها، يعني بسند إليها كل الأبعاد بتاعت كل جزء في المكنة بسنده إلى نقطة الماشين زيرو بوينت اللي هي نقطة صفر الإيه الماكينة. وعندي نقطة أخرى بتسمى الورك بيس زيرو بوينت، يعني نقطة صفر الشغلة. ونقطة صفر الشغلة دي بتساعدني في عملية البرمجة، وأنا ببرمج بسند جميع أبعاد المنتج بتاعي لنقطة صفر الإيه الشغلة بتاعتي. طب حضرتك قلت لنا إن إحنا عندنا 4 نقاط، النقطة الرابعة بقى قال لي نقطة ماسك، نقطة ارتباط ماسك العدة بالعدة. النقطة اللي بمسك فيها العدة في ماسك العدة، النقطة دي نقطة التلامس ديت بنسميها نقطة صفر العدة. يبقى أنا عندي نقطة صفر الشغلة، نقطة صفر الماكينة، نقطة صفر العدة، نقطة المرجع اللي هي الريفرنس بوينت. لما نيجي ناخدها بقى بالاكسبريشن بتاعها هنقول نقطة صفر الماكينة اللي هي الماشين زيرو بوينت هي نقطة موجودة على الطرف الأيسر لأعلى من صينية المشغولات، ودي نقطة بتبقى معروفة من قبل صانع الماكينة وغير قابلة لأي تغيير. النقطة الأخرى اللي هي نقطة صفر الشغلة، ودي بتبقى موجودة على أحد أجناب الشغلة بتاعتي، والنقطة دي اللي بيحددها هو الديزاينر للمنتج اللي هو بيصمم المنتج، لأنها ممكن تكون موجودة يا أولاد على أحد أطراف الشغلة أو في منتصف الشغلة. مين اللي يقول لي الكلام ده؟ الديزاينر اللي هو مصمم المنتج نفسه اللي منزلهولي عشان أنفذه، بيقول لي يا اما اخد صفر الشغله بتاعي من على الاطراف او من النص. وامتى نختلف؟ لو في سيمتريه في المنتج بتاعي باخد صفر الشغله من منتصف الايه المنتج، لو ما فيش سيمتريه في المنتج بتاعي ممكن اخد الزيرو بتاعي من على اي طرف من اطراف الايه المنتج بتاعي. تمام يا اولاد؟ يبقى انا عندي الماشين زيرو بوينت، الورك بيس زيرو بوينت، عندي النترال بوينت اللي هي نقطة التماس الماسك العدة بالعدة بتاعتي، وعندي الريفرنس بوينت اللي هي نقطة المرجع، نقطة ايه؟ المرجع. ودول كده نقاط الأربعة اللي بنسميهم نقاط صفر لماكينات التحكم العددي أو النقاط المرجعية. تمام يا حبايبي؟ نبدأ بقى نعرف كل نقطة من دول على الشاشة بتاعتنا. تمام يا حبايبي؟ أول حاجة بيقول لي نقطة صفر الماكينة، قال لي هي النقطة الموجودة على منضدة الماكينة وفي فضاء التشغيل، وتحدد لنظام التحكم حدود المحاور وموقعها، ويقوم المشغل بتحديدها بدون تشغيل للماكينة، وهي نقطة بتعتبر نقطة يعني برجع لها أو بأسند إليها كل أبعاد الماكينة بتاعتي، ولو في أي عطل في الماكينة أنا لازم أرجع لنقطة صفر الماكينة عشان أصلح العطل اللي موجود عندي فين في المكن. طب ونقطة صفر الشغلة؟ قال لي نقطة صفر الشغلة هي نقطة بيختارها المبرمج على قطعة الشغلة حسب ما يكون ملائما لعملية الإيه البرمجة، لتكون مركزا لإحداثيات قطعة الشغلة. فمثلا إذا كانت قطعة الشغلة محاور ليها محاور متماثلة بيختار نقطة الصفر بتاعته في منتصف الإيه الشغل. أما إذا كانت الشغلة بتاعته لا ليس لها محاور متماثلة فممكن إن هو يختار نقطة الصفر بتاعته فين؟ على أحد أجناب الإيه الشغلة بتاعتي. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أنا عندي نقطتين، نقطة صفر الماكينة ودي نقطة بتبقى موجودة على أحد أطراف صينية المشغولات اللي هو الطرف الأيسر لأعلى، ودي نقطة معروفة من قبل صانع الماكينة وغير قابلة للبرمجة. تمام؟ يعني غير قابلة للتعديل كمان. طيب النقطة دي أهميتها إيه؟ بسند كل أبعاد المكنة ليها عشان لو حصل أي عطل أعرف المنجلة بتبعد عن نقطة صفر المكنة قد إيه؟ أعرف أي جزئية في المكنة تبعد عن نقطة صفر الماكينة قد إيه؟ وأقدر أحط كل جزئية في مكانها، لو خلعت أي جزء من الماكينة أقدر أرجعه في مكانه الصحيح مرة إيه؟ مرة أخرى. طيب لا إيه يعني إيه بقى نقطة صفر الشغلة؟ نقطة صفر الشغلة دي نقطة بعملها كنقطة عيارية، برجع لها أو بسند إليها كل أبعاد الشغلة علشان بتسهل لي عملية البرمجة. لما باجي أعمل عملية برمجة بسند كل أبعادي لنقطة صفر الشغلة. قال لي النقطة دي اللي بيحددها هو الديزاينر. طب بيحددها على أي أساس؟ بيحددها على حسب شكل الشغلة بتاعتي. لو الشغلة بتاعتي متماثلة
بيضع نقطة صفر الشغلة بتاعتي في منتصف المشغولة، ولكن لو أنا الشغلة بتاعتي غير متماثلة بيضع نقطة صفر الشغلة في أي طرف من أطراف الإيه المنتج بتاعي. فدي نقطة اللي بيحددها لي هو صانع، هو المصمم للمنتج نفسه. تمام يا أولاد؟ طيب إحنا عايزين نعرف بقى يعني نقطة الإسناد أو نقطة المرجع هي أقصى مسافة يتحرك إليها العدة في اتجاه إكس أو زد. أقصى مسافة تتحرك إليها العدة في اتجاه إكس أو زد بسميها النقطة المرجعية، اللي هي الريفرنس بوينت، اللي أنا برجع آخد البعد من عندها أو أرجع لها بعد تنفيذ الإيه؟ المنتج بتاعي. خلصت شغل خلاص، عايزة أودي العدة بتاعتي لمكانها الأصلي، يبقى أرجع للنقطة المرجعية. تمام؟ طب أنا عايزة أبدأ شغل، آجي بالعدة بتاعتي من النقطة المرجعية، يبقى أقصى مسافة تحرك إليها العدة في اتجاه إكس أو اتجاه زد بسميها بالنقطة المرجعية وبيرمز لها بالرمز R، وبنسميها الريفرنس بوينت، بنسميها الريفرنس إيه؟ الريفرنس بوينت. طب عندنا نقطة أخرى اللي هي نقطة صفر العدة، وهي نقطة انطباق ماسك العدة على حاملها، هي نقطة انطباق ماسك العدة على إيه؟ على حاملها، اللي بنسميها نقطة صفر مين؟ العدة، اللي هي بنسميها طول زيرو بوينت. طول زيرو ايه بوينت؟ هي نقطة انطباق ماسك العدة على حاملها. بكده يا ولاد احنا اخدنا اربع نقاط وتسمى نقاط الصفر، ودول لازم يتفهموا كويس جدا جدا. تاني هنقولهم لان دي عملية معيارية، انا اي نقطة من دول لو انا مش عارفها في المكنة مش هعرف اعير المكنة بتاعتي ومش هعرف انفذ الشغل بتاعي بدقة عالية. لازم نقاط المرجعية دي يا ولاد نبقى فاهمينها كويس قوي قوي. اول حاجة عندي نقطة صفر الماكينة، ونقطة صفر المكنة دي بتبقى موجودة في الجنب الايسر اعلى صينية المشغولات، نقطة معروفة من قبل صانع الماكينة، نقطة ابعادها موجودة في كتالوج الماكينة بتاعي، ما تقفش على اي مكنة سي ان سي الا لما تشوف كتالوج الماكينة وتشوف النقاط المرجعية للمكنة اللي انت واقف عليها فين، عشان لو حصل اي عطلة او اي حاجة اقدر ابرمج بالنسبة لنقاط المرجعية للمكنة. النقاط المرجعية دي بتخدمني كويس جدا في عملية تشغيل المكنة بتاعتي، لو حصل اي عطل او اي مشكلة اقدر اعدل العطل بتاعي او اصلحه عن طريق الرجوع للنقاط المرجعية لمين؟ للمكنة بتاعتي. طيب النقاط المرجعية دي عبارة عن مين؟ عبارة عن نقطة صفر الشغلة. طب وايه هي نقطة صفر الشغلة؟ اللي دي نقطة بعرفها من خلال المصمم او الراجل اللي هو هيبدأ يرسم الشغلة بتاعتي او يرسم المنتج بتاعي. طب الديزاينر ده هو اللي بيختار النقطة دي ولا انا اللي بختارها؟ لا، هو اللي بيختار النقطة بتاعتي دي. وبعدين لو انا عندي الشغلة متماثلة الشكل بيختار النقطة دي في منتصف الشغل، لو عندي الشكل بتاعي بتاع المنتج غير متماثل الشكل بيختار النقطة بتاعتي دي على اي جنب من جوانب الايه الشغلة بتاعتي. طيب عندي نقطة أخرى وهي نقطة صفر الماكينة اللي بنسميها الماشين زيرو بوينت، والنقطة دي معروفة من قبل صانع الماكينة وغير قابلة للتغيير وبتوجد في الجانب الأيسر الأعلى لسنية المشغولات وغير قابلة للتغيير، يعني أنا ما أقدرش أدخل أبرمجها وأحط في السيتنج بتاع المكنة نقطة غيرها، النقطة دي ثابتة غير قابلة لأي إيه؟ لأي تغيير أو تعديل يا أولاد. تمام؟ طب وكمان عندي ايه؟ قال لي الريفرنس بوينت هي اقصى مسافه ممكن يتحرك اليها العده في اتجاه الاكس او اتجاه الزد. تمام؟ وعندي كمان النقطه اللي هي بنسميها نقطه صفر العده. مين نقطه صفر العده؟ هي نقطه انطباق العده على حاملها، نقطه انطباق العده على ايه؟ على حاملها. وبكده دي كنا عرضنا ايه هي نقاط صفر الماكينه علشان نبقى عارفين ايه هي النقاط المرجعية لأي ماكينة تحكم عددي. مع بعضينا بقى كده بيقول لي اشرح طرق برمجة ماكينات التحكم. سؤال ده جميل ولذيذ جدا يا ولاد وبسيط قوي. احنا عايزين نعرف يا ولاد ايه هي طرق البرمجة. طرق البرمجة احنا عندنا نوعين من طرق البرمجة، برمجة يدوية وبرمجة آلية. يعني في البرمجة يا ميس زي التشغيل، انا عندي مكن بيشتغل يدوي وعندي مكن بيشتغل آلي، نفس الكلام في البرمجة لمكن التحكم العددي عندي نوعين، برمجة يدوية وبرمجة آلية. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مسكت جهاز الكمبيوتر وقعدت عليه وكتبت البرنامج بايدي
واخترت السرعة للمكنة بإيدي، واخترت التغذية بإيدي، واخترت التسلسل المنطقي للتشغيل، أنا اللي عملت كل الكلام ده بإيدي على جهاز الكمبيوتر، يبقى عملية البرمجة دي تسمى عملية برمجة يدوية. ليه يدوية؟ لأن أنا اللي اخترت للمكنة السرعة، أنا اللي كتبت البرنامج، أنا اللي اخترت التسلسل المنطقي لعمليات التشغيل، أنا اللي قمت بكل إجراءات الإيه؟ البرمجة على الجهاز الحاسب الآلي. طيب لو المكنة خدت مني الرسمة عن طريق كاميرا، دخلت لها الصورة بتاعة المنتج، وهي مسكت الصورة ديت حولتها لنقاط تصنيع وخطوات تنفيذية للتصنيع، وحولت الرسمة بتاعتي دي لجي ام كود، يعني حولت الكاد للكام. طيب طالما حولتها لجي ام كود، يبقى حولت الرسمة لخطوات تنفيذ المكنة هتقوم بإيه؟ بتنفيذها. طب مين اللي عمل كل الجزئية ديت؟ الماكينة. ومين اللي عمل الديزاين؟ الماكينة. معنى كده ان البرمجة دي كلها تمت عن طريق المكنة. طالما كلها تمت عن طريق المكنة، يبقى اسمها برمجة آلية. يبقى اسمها برمجة ايه؟ آلية. انما لو انا اللي قعدت على جهاز الكمبيوتر، وانا اللي كتبت خطوات تشغيل تنفيذ المنتج، انا اللي اخترت السرعة والتغذية وعمق القاطع، انا اللي رسمت المنتج جوه البرنامج، انا اللي صدرت المنتج للماكينة عشان يبدأ يتنفذ، طالما انا وانا اللي عملت كل الخطوات دي تسمى برمجة ايه؟ يدوية. يبقى الفرق ما بين البرمجة اليدوية والبرمجة الآلية ان العامل البشري هو اللي بيعد اعداد مباشر للبرنامج، هو انا اللي بعد اعداد مباشر للبرنامج، انا اللي بكتب التغذية والسرعة وعمق القاطع، انا اللي بختار التسلسل المنطقي لعمليات الايه؟ التشغيل. طيب طالما انا اللي بعمل اعداد مباشر لكل عمليات التشغيل، يبقى ده برمجة يدوية. انما لو المكنة هي اللي تتحكم في عملية البرمجة، وهي اللي بتقوم بتحديد التغذية والسرعة وعمق القاطع، المكنة هي اللي بتقوم بتحديد التسلسل المنطقي للتشغيل، اذا دي عملية برمجة ايه؟ بنسميها عملية برمجة آلية. مع بعضينا بقى ونشوف ايه الفرق ما بين البرمجة اليدوية والبرمجة الآلية في على الشاشة. قال لي البرمجة اليدوية هي الإعداد المباشر للبرنامج التشغيلي عن طريق تحويل الخطوات التشغيلية إلى المراد تصنيعها إلى برنامج مستخدم أحد لغات إيه البرمجة. طيب يبقى ده إعداد مباشر بيتم عن طريق مين؟ عن طريق العامل البشري، بيحول كل الخطوات التشغيلية إلى خطوات تنفيذية عن طريق برنامج السي إن إيه؟ السي إن سي. خطوات البرمجة اليدوية، بعمل إيه عشان أعمل البرمجة اليدوية؟ انا اللي بحدد المعلومات زي الابعاد وتفاوتات وسرعة القاطع، انا اللي بحدد عمق القاطع بتاعي، انا اللي بحدد افضل تسلسل لعمليات التشغيل، كمان انا اللي بعمل عملية كتابة البرنامج اللي هو جي ام ايه كود. طالما انا عملت كل الكلام ده بلس ان انا اللي اخترت تسلسل المنطقي لعمليات الايه التشغيل، كل الكلام ده يدل على ان انا اللي عملت البرمجة، وبالتالي هذه البرمجة تسمى بالبرمجة الايه اليدوية. طب يعني ايه بقى برمجة آلية؟ قال لي مش اعداد مباشر، ده اعداد غير مباشر. يعني ايه اعداد غير مباشر؟ يعني جهاز الحاسب الآلي هو اللي يقوم بالايه بالاعداد. مع بعضينا بقى على الشاشة كده نشوف يعني ايه برمجة آلية. قال لي يقصد بها الاعداد غير المباشر يا اولاد، ولازم نركز في الجزئية دي. البرمجة اليدوية اعداد مباشر، البرمجة الآلية اعداد غير مباشر للبرنامج عن طريق استخدام نظام التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب الآلي. يعني انا لازم استخدم في الحتة دي جزء اسمه الكاد كام ديزاين. كاد كام ايه ديزاين؟ برنامج الكاد كام. برنامج الكاد كام هو اللي بيقوم بكل حاجة انا كنت بعملها في البرمجة اليدوية. هو البرنامج ده اللي بيقوم بكل الخطوات اللي كنت بعملها اوتوماتيك مع الماكينة بدل العامل البشري، فبالتالي ده اسمه اعداد غير مباشر لمين؟ للبرمجة. ده في البرمجة الايه الآلية. طب ايه هي بقى خطوات البرمجة الآلية؟ قال لي اول حاجة انت بتدخلي الرسم التنفيذي بتاع المنتج بتاعك، بتدخل بيانات العدة المستخدمة وارقامها، بيقوم الحاسب الآلي بعمل الحسابات الفنية زي السرعة والتغذية، بيرتب الحاسب الآلي خطوات التكنولوجية لتشغيل قطعة التشغيل، بيحدد الحاسب الآلي أدوات القطع المستخدمة، بيقوم الحاسب الآلي بتحديد مسار القطع، أيضا بيقوم المعالج في الحاسب الآلي بتحويل
المعطيات السابقة في البرنامج التشغيلي وإرسالها إلى ماكينة التشغيل لتنفيذ المنتج المطلوب. حلو قوي. يبقى مين كل اللي عمل ده كله؟ هو برنامج ايه؟ التحكم العددي في جهاز الحاسب الآلي. يبقى مين اللي أعد ونفذ البرمجة؟ اللي أعد البرمجة ونفذها هو برنامج السي ان سي داخل الحاسب الآلي. ولكن مين اللي أعد ونفذ البرمجة اليدوية؟ هي العامل البشري. لذلك هو قال إن البرمجة اليدوية هي إعداد مباشر، ولكن البرمجة الآلية إعداد غير مباشر. البرمجة اليدوية أنا اللي بحدد السرعة والتغذية وعمق القطع والتسلسل المنطقي لعملية التشغيل. البرمجة الآلية جهاز الحاسب الآلي هو اللي بيقوم بحساب التغذية وسرعة القطع وعمق القطع، وهو اللي بيرتب التسلسل المنطقي لعمليات الإيه؟ التشغيل يا شباب، تمام؟ وده كان الفرق ما بين البرمجة اليدوية والبرمجة الإيه؟ الآلية. ننتقل مع بعض كده لمعلومة أخرى. بيسألني يا ولي، بيقول لي هو احنا عندنا كام لغة ممكن استخدمها في عملية البرمجة لماكينات التحكم العددي؟ احنا عندنا ولاد 3 لغات زي ما قدامنا كده على الشاشة. لغة اسمها لغة الرسم اللي هي لغة الكاد، لغة اسمها لغة الاكواد او كتابة الاكواد، ودي بنسميها جي ام كود، ولغة أخرى اسمها لغة المحادثة، ودي بنسميها الكونفرزيشن بروجرام. يبقى أنا كده لما أجي أسأل أقول هو أنا أقدر أبرمج على المكن ده بكام لغة؟ قال لي ب3 لغات، لغة الديزاين وهي لغة الكاد، لغة التصنيع وهي لغة الكام، لغة المحادثة وبنسميها الكونفرزيشن إيه؟ بروجرام. يبقى إحنا عندنا كام لغة يا ولاد؟ 3، كاد، كام، كونفرزيشن، بروجرام. طيب جميل قوي. ننتقل مع بعض كده بقى. بيقول لي ايه بقى؟ قارن بين نظام القياس في مدى في ماكينات، ما بين نظام القياس المطلق ونظام القياس الايه؟ التراكم. قبل ما اقارن افهم اعرف يعني ايه قياس مطلق ويعني ايه قياس تراكم. يعني ايه قياس مطلق ويعني ايه قياس ايه تراكم؟ القياس المطلق يا اولاد بحسب فيه جميع الأبعاد منصوبة لنقطة صفر الشغل. القياس التراكمي بحسب فيه مسافة بعد إيه؟ بعد مسافة. طب القياس المطلق برمز له بجي كام؟ قال لي جي 90، والقياس التراكمي بجي 91. طيب القياس التراكمي يا أولاد قال لي يحسب فيه الأبعاد مسافة بعد مسافة، أي يؤخذ نهاية البعد الأول صفرا جديد للبعد الإيه؟ للبعد التالي. يبقى أنا عندي دلوقتي يا أولاد لما يجي يقول لي قارن بين نظام القياس المطلق ونظام القياس التراكمي، نظام القياس المطلق بيحسب فيه جميع الأبعاد منصوبة لنقطة صفر الشغل، بينما وبيرمز له بالكود جي 90. نظام القياس التراكمي بيحسب فيه مسافة بعد مسافة، وبيؤخذ نهاية البعد الأول صفرا جديدا للبعد الايه؟ التالي. طب وبيرمز له بالجي كام؟ قال لي بالجي 91. يبقى انا عندي كام نظام؟ نظامين. نظام قياس مطلق بنسميه الابسوليوت ايه؟ دايمنشن. وعندي نظام قياس تراكمي بنسميه الانكريمنتال دايمنشن. نظام الابسوليوت بيرمز له بالجي 90، نظام الانكريمنتال بيرمز له بالجي 91. نظام الابسوليوت اللي هو المطلق بيؤخذ جميع الابعاد منصوبه لنقطه صفر الشغله. نظام الانكريمنتال اللي هو التراكمي او التزايدي او النسبي بيؤخذ فيه او بيحسب فيه مسافه بعد مسافه، ويؤخذ نهايه البعد الاول صفرا جديدا للبعد الايه؟ التالي. يبقى ده سؤالنا عن ايه هو الفرق بين القياس المباشر والقياس الغير ايه؟ مباشر. النظام القياس المباشر اشتغله بجي 90، القياس الغير مباشر جي 91. القياس المباشر او القياس المطلق احسب له جميع الابعاد منصوبه لنقطه صفر الشغل، وده بنسميه نظام القياس المطلق او الابسوليوت دايمنشن. طب ونظام القياس التراكمي بيحسب فيه مسافه بعد مسافه، اي بيؤخذ فيه نهايه البعد الاول صفرا جديدا للبعد الايه؟ التالي، ويرمز له بالجي 91. تمام يا حبايبي؟
ننتقل بقى كده، بيقول لي ايه هي المزايا الابعاد المطلقة والتزايدية. الابعاد المطلقة بتبقى حاجة سهلة. الابعاد المطلقة دي انا بنسب جميع ابعاد النقطة صفر الشغل، فبتبقى واضحة. الخط في الخطأ في بعد معين لا يؤثر على باقي الابعاد. يمكننا تغيير البيانات الهندسية بسهولة، اسهل في عملية الايه البرمجة. الابعاد التزايدية بقى، ليه بلجأ للابعاد التزايدية؟ قال لي بنلجأ لها لما بيكون في يعني ابعاد كتيرة جدا في الشغل واحداثيات كتيرة جدا لنقاط التشغيل. قال لي كمان لما بيكون في تقليل البرمجة، انا عايزة اعمل عملية تقليل لخطوات البرنامج بتاعي، انتاج الكنتور بتاعي بيحتاج الى ابعاد تزايدية، بتبقى اسهل في عملية البرمجة. ما احنا عايزين نعرف يعني ايه بقى، ايه هو الموضوع في اسهل في عملية البرمجة واسهل في عملية المراجعة. عايزين نفهم الموضوع ده ولين. انا عندي قلت في نظام مطلق وقلت في نظام تراكم. انا هشتغل على اسطمبة، ماشي، اسطمبة دي فيها ابعاد كتيرة قوي، هفضل كل بعد اروح لصفر الشغل واجيب البعد اللي بعده، ولا اخد من اخر نقطة بعد واعتبر اخر نقطة دي صفر ليا وابدا اقيس منها البعد اللي جاي؟ في الحالة دي انا بسهل عملية الايه البرمجة بتاعتي، فده النظام التزايدي. يبقى النظام التزايدي بيفيدني لما يكون عندي تفاصيل كتيرة جدا في المنتج بتاعي، بيقلل لي وقت البرمجة وبيقلل لي عدد خطوات البرمجة، ولكن في النظام المطلق بيبقى أوضح وأسهل في عملية المراجعة. يعني أنا عايز أراجع أبعاد أنا كتبتها للمنتج بتاعي، الأسهل إن أنا أراجعها بالنظام المطلق ولا بالنظام التراكمي؟ لا، أراجعها أسهل بالنظام المطلق، لأن النظام التراكمي مش هتلاقي إيه، مش عشان ترجع لأول نقطة هتحسب أبعاد بتاعتك إيه كتيرة قوي، إنما النظام المطلق بتروح بترجع للصفر، أنت كده بتجيب البعد الجديد اللي أنت إيه اللي أنت أخدته. يعني في عملية المراجعة الأسهل عندي نظام المطلق، ولكن في عملية الإنتاج الأسهل عندي هي النظام الإيه التراكم. يبقى التشطيب أسهل لك اشتغل بالنظام المطلق، إنما عملية التصنيع الأسهل إن احنا نشتغل بالنظام الإيه التراكم. وإيه الفرق ما بين الاتنين؟ زي ما قلنا، ده باخد كل أبعادي من نقطة صفر الشغلة، ده بحسب كل بعد منسوب للنقطة اللي إيه السابقة لها. تمام يا حبايبي؟ ده كده الفرق ما بين نظام المطلق والنظام الابعاد التراكمي او التزايدي او النسبي. طيب كلام جميل قوي. احنا عايزين بقى نبدا ناخد الاكواد، والاكواد ديت بتاعتنا بتاعت المكنه، نقول كل كود هنشتغل بيه في ايه. الكود جي 90 ده يا اولاد، واحنا قلنا ان هو نظام القياس المطلق. يعني ايه نظام القياس المطلق؟ يعني انا هاخد البعد بتاعي ده للشغله دي بتبعد عن الصفر قد ايه؟ سي 20 في اكس و20 في واي. طب الشغلة دي اتحركت شوية، اخد بعدها منسوب للنقطة الاولانية للشغلة الاولانية او للعدة الاولانية، ولا منسوب للصفر؟ لو حضرتك هتاخد البعد بتاعك ده منسوب للعدة الاولانية يبقى انت شغال تراكمي، انما لو هتاخد البعد بتاعك ده منسوب لنقطة صفر الشغلة يبقى انت كده شغال ايه؟ شغال مطلق. يبقى انا عندي شغل مطلق وعندي شغل تراكمي. لو انا هنسب مكان العدة بتاعتي لاخر نقطه العده الاولانيه اشتغلت منها يبقى ده النظام التراكمي. لو انا هنسب نقطه حركه العده من صفر الشغله نفسه يبقى ده بالنظام المطلق. يبقى انا كده شغال بالنظام الايه المطلق. عندي في الاوامر يا اولاد الحركه في تقريب دائري والحركه في تقريب خط، الحركه في تقريب دائري والحركه في تقريب خط. انا لو عايزه امشي في دايره، هنا الدوران ده عشان اتحرك فيه ده دوران مع اتجاه عقارب الساعة، يعني أنا ماشية كده وماشية مع اتجاه عقارب الإيه؟ الساعة. طالما ماشية دوران مع اتجاه عقارب الساعة آخد الجي 02. يبقى لما يجي يقول لي ماذا نعني بالقوس جي 02، هتقول له حركة الحركة في دوران مع اتجاه عقارب الساعة. يبقى ماذا نعني بالحركة بحركة الكود جي 02 جي 02 جي 02 يا ولاد؟ في الحالة ديت أنا بقول إن الحركة هنا في دوران مع اتجاه عقارب الإيه؟ الساعة. طيب لو الحركة في دوران وكانت عكس اتجاه عقارب الساعة، هل الكود هيبقى جي 02؟ قال لي لأ، هيبقى جي 03. يبقى أطلع من الموضوع ده بإن أنا لو العدة بتاعتي عايزة برمجها بحيث إن هي تمشي في دوران مع اتجاه عقارب الساعة، هدي للمكنة كود اسمه جي 02.
لو عايز العدة بتاعتي تمشي في دوران عكس اتجاه عقارب الساعة، هدي للمكنة بتاعتي كود آخر يسمى جي زيرو كام؟ تلاتة. جي زيرو ايه؟ تلاتة حبايبي، تمام؟ طيب ننتقل بعد كده لكود آخر، قال لي خلي بالك جي زيرو اتنين أو جي زيرو تلاتة اللي هي حركة العدة في دوران مع اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، بيرفقها أو بيلحقها حاجة اسمها الار او الاي او الجي. امتى بقى؟ ركز معايا يا اولاد، النقطة دي محتاجة تركيز في البرمجة. انا عرفت ان لو ماشي مع اتجاه عقارب الساعة جي زيرو اتنين، لو ماشي عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى ده جي زيرو تلاتة. طيب بعد جي زيرو اتنين وجي زيرو تلاتة ايه البارامترز اللي بتيجي؟ قال لي باخد اكس وزد من نقطة نهاية المنحنى، وباخد بعديهم اما ار او اي او جي. امتى اخد ار وامتى اخد اي او جي؟ قال لي لو الدوران معاكي صريح، ربع دايرة، نص دايرة، تلات ارباع دايرة، انا شغال بالار يا ولاد. لو الدوران بتاعنا جزء من محيط دايرة، انا مش عارفة السنتر بتاعه فين، في الحالة ديت اجيب احداثيات السنتر بتاعي عن طريق الاي والجي، عن طريق الاي والايه والجي. يبقى تاني يا ولاد، لو انا شغال دوران مع اتجاه عقارب الساعه باخد جي زيرو اتنين، عكس اتجاه عقارب الساعه جي زيرو تلاته. امتى اخلي البارامترز بتاعتهم ار وامتى اخليها اي وجي؟ ركز كده قدامي على الشاشه، ده كده عن طريق الاي والجي. الدوران ده يا ولاد مش ربع دايرة صريح، الدوران اللي قدامنا ده مش ربع دايرة صريح، ده جزء من محيط دايرة، وانا مش عارفة السنتر بتاعه فين. في الحالة دي لما يكون جزء من محيط دايرة اشتغل عن طريق الاي والايه والجي، انما لو ده ربع دوران صريح، ربع دوران صريح او نص دوران او تلات ارباع دوران له نقطة بداية ونقطة نهاية متصلة أو منسوبة لمركز دايرة، طالما منسوبة لمركز دايرة في الحالة دي ما استخدمش الاي والجي واستخدم الار، يبقى جي زيرو اتنين جي زيرو تلاتة استخدم معاها الار لو انا شغال في دورانات صريحة، ولكن لو انا شغال في جزء من محيط دايرة استخدم جي زيرو اتنين وجي زيرو تلاتة ومع الاي والايه والجي. ده كده المعلومة بتاعتي في الجزئية دي. ايه بقى الاكواد الجميلة اللي احنا بنبص لها دي يا اولاد؟ قال لي انا عندي كود اسمه جي 17 وكود اسمه جي 18 وكود اسمه جي 19، امتى استخدمهم التلاتة دول؟ يا اولاد لو احنا هنقطع في بلان، البلان ده عبارة عن محور اكس واي، استخدم جي 17. لو هشتغل على بلان المحاور بتاعته اكس وزد اشتغل على جي 18. لو هشتغل في بلان البلان ده المحاور بتاعته واي وزد اشتغل على جي 19. انا برضك يا ميس حاسس كده ان انا مش هقدر افرق ما بينهم. تاني، لو انا شغال في بلان يعني في مستوى المحاور بتاعته اكس وواي استخدم الكوس جي 17، لو شغال على بلان المحاور اللي انا شغال عليها اكس وزد اشتغل على ايه 18، لو انا شغال على واي وزد اشتغل على جي 19. وليه يا ميس حضراتكم بتدونا التلاتة بلان واحنا شغالين على بلان واحد؟ ده وانت بتدرس انت شغال على بلان واحد، انما انت راجل خارج لسوق العمل قدامك ديزاين جايلك ممكن تشتغل على بلان على اتنين على تلاتة. فنعرف لو انا شغال في البلان بتاعي ده على محور اكس وواي اشتغل بالكود جي 17، لو انا شغال في البلان بتاعي على محور اكس وزد اشتغل على الكود جي 18، طب ولو شغال على واي وزد اشتغل على الكود جي كام؟ 19 يا حبايبي، تمام؟ ده كده أكواد
الحركة في محاور الأساسية على سطح الايه الشغلة بتاعتي. حلو الكلام. طيب احنا عندنا بقى الكود بيقول لي جي 40، جي 41، جي 42 مع بعضينا كده على الشاشة، هتشرح لنا الأكواد الجميلة بتاعتنا دي بالرسم. طيب بص بقى يا ولاد على الرسمة الجميلة بتاعتنا ديت، احنا عندنا هنا مسار العدة ده رايح ازاي؟ ده ماشي شمال قطعة الشغل. قال لي لو العدة دي هتمشي شمال قطعة الشغلة يبقى اشتغل بالجي 40. طب لو العدة بتاعتي دي هتمشي يمين قطعة الشغلة، قال لي اشتغل ب41. يعني يا ولاد لو مشيت شمال كده انا شغال بواحد وايه واربعين، لو مشيت يمين شغال ب42. طب وايه فايدة جي 40؟ قال لي ده كود يلغي نشاط الكود جي 41 و42. مش فاهم. بص يا حبايبي، احنا عندنا حاجة اسمها المود كود والاكتف كود. عندنا اكواد تلغي عمل اكواد، يعني لو انا عايز احرك العدة شمال العدة، لو عايز احرك العدة بتاعت شمال الشغلة هديها الكود جي 41. طب لو انا مش عايز احركها شمال الشغلة وعايزة اوقف نشاط الكود جي 41، هات له كود اخر بدل ما يبقى اكتيف يبقى مود، بدل ما يبقى اكتيف يبقى ايه مود. طب ايه الكود المود وايه الكود الاكتيف؟ الكود الاكتيف اللي هيحرك لي العده اللي هو جي 41، لو هيحرك العده يسار الشغله، وجي 42 لو هيحرك العده يمين الشغله. طب انا مش عايزه احرك العده ولا يسار الشغله ولا يمين الشغله، عايزه اوقف نشاط العده خالص، اديها الكود 40. ادي للمكنه الكود 40 هتوقف لك العده مش هتمشي. يبقى اولاد انا عندي اكواد بتلغي اكواد، بتلغي نشاط اكواد. الاكواد اللي بتشتغل اسمها الاكتف كود، والاكواد اللي بتلغي النشاط ده اسمها المود الكود. طب مثال اهو زي ما قلنا 41 هيمشي لي العده يسار الشغل، مش عايزه العده تمشي اديها المود الكود 40. خلاص يبقى 40 الغاء حركه العده، 41 حركه العده يسار الشغل، 42 حركه العده يمين الايه يمين الشغله بتاعتي. تمام. طيب احنا عايزين بقى بعد كده نقول يعني ايه الكود جي 91 يا ولاد. جي 91 ده قياس الابعاد بالنظام القياس التراكمي، يعني بحسب فيه مسافه بعد ايه بعد مسافه، ويؤخذ نهايه البعد الاول صفرا جديدا للبعد التالي، وناخد نهايه الصفر الاول صفرا جديدا للبعد الايه التالي. طيب انا هنا يا اولاد ده سؤال مهم قوي قوي قوي، بيجي ليه؟ لان هو عباره عن الاكواد اللي ببرمج بيها المكن. لو انا معرفتش الاكواد اللي انا هبرمج بيها مش هعرف اعمل عمليه برمجه. يبقى انا الاكواد اللي انا هتكلم فيها دي مهمه جدا جدا جدا. قال لي عندي حاجه اسمها الجي كود وعندي حاجه اسمها الام كود. اللي احنا هنعرضها دلوقتي اللي هي الجي كود، يعني ايه جي 00؟ يعني الحركه باقصى سرعه وبدون تغذيه وفي خط مستقيم، تستخدم في نظام التحكم المستمر لتحضير الحركه دون تشغيل من نقطه الى ايه الى نقطه. لازم نعرفها يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا عندي اولاد عده وعندي شغله، لو انا حركت العده بتاعتي من مكانها بدون شغل هحركها باقصى سرعه ممكنه من نقطه الى نقطه. طالما عايزه احرك العده دي باقصى سرعه ممكنه ادي الكود جي 00، لو هحرك العده بتاعتي بتغذيه بطيئه في خط مستقيم هدي الكود جي 01، لو هحرك العده بتاعتي في دوران مع اتجاه عقارب الساعه هدي الكود جي 02، لو هدور العده بتاعتي في دوران عكس اتجاه عقارب الساعه هدي جي 03، لو هحدد سطح التشغيل في اتجاه اكس واي هدي جي 17، لو هحدد سطح التشغيل في اتجاه اكس زد هدي الكود جي 18،
لو احد سطح التشغيل في اتجاه زد واي يبقى في الحالة دي هاد جي كام؟ 19. لو هبرمج أداة القطع بالنظام المطلق هاد جي 90. لو هبرمج أداة القطع بالنظام التراكمي هاد جي 91. طيب يعني ايه الام كود بقى؟ الام كود عبارة عن أوامر مساعدة. الكلام ده هنشرحه مع بعض دلوقتي بالتفصيل أكتر. الأوامر المساعدة عندي بعض الأوامر اللي هي على الشاشة. M08 شغل سائل تبريد، M09 إيقاف سائل التبريد، M66 تغيير أداة القطع، M30 إنهاء البرنامج. طب إحنا عندنا الأكواد دي يا مس بس؟ لأ، دي بعض الأكواد اللي إحنا عرضناها النهاردة في الحلقة. طب إحنا عايزين مع بعض كده نعرض مع بعض الأكواد دي تاني. أنا عندي يا أولاد كود يسمى G00، هو عبارة عن حركة العدة بأقصى سرعة ممكنة في خط مستقيم وبدون تغذية. دي بعمل بيها عملية الاستقراب للعدة على الشغلة. الكود ده بيبقى اسمه G00. الكود اللي بحرك فيه العدة بتغذية بطيئة على سطح الشغلة بسميه G01. يبقى حركة العدة بتغذية بطيئة في خط مستقيم G01، حركة العدة في مسار دائري مع اتجاه عقارب الساعة G02، حركة العدة في مسار دائري عكس اتجاه عقارب الساعة ده G0 كام؟ 3. طيب أنا عايز أختار البلان اللي أنا هشتغل فيه. يبقى تاني يا أولاد، لو أنا هحرك العدة بتاعتي دي بأقصى سرعة عشان أعمل عملية استقراب بس، يبقى حركة العدة بأقصى سرعة بدون قطع في خط مستقيم وبدون تغذية تسمى G00. الكود اللي انا اديهولها G00. العدة جت على الشغلة وهتبدأ تمشي في خط مستقيم على سطح الشغلة، يبقى G01. العدة هتمشي على سطح الشغلة في دوران مع اتجاه عقارب الساعة، في دوران مع اتجاه عقارب الساعة في الحالة دي اديها G02. العدة هتمشي على الشغلة في دوران عكس اتجاه عقارب الساعة، عكس اتجاه عقارب الساعة، يبقى ده اديها G0 كام؟ 3. طيب انا عايز اشتغل في البلان ده. البلان ده فيه اكس وفيه واي، في الحالة دي ادي G17. البلان ده فيه اكس وفيه زد، ادي G18. البلان ده فيه واي وفيه زد، ادي G19. ده كده بعض الاوامر. طيب انا عندي اوامر اخرى، عندي اوامر تانية كتير جدا. عندي G90 نظام القياس المطلق، عندي 91 نظام القياس التراكمي، عندي G20 نظام القياس بالبوصة، نظام القياس بالبوصة، عندي G21 نظام القياس بالملي بالمليمتر، وهنلاقيهم في بعض المكن الآخر G70 و71. عشان كده احنا بنقول ان الأكواد تتفهم مش تتحفظ، عشان لما تنزل السوق تقدر تمسك كتالوج وتفهم منه لغة الأكواد. مش شرط ان انت لقيت عندك 20 هو اللي انا بقيس بيه الابعاد هتروح تلاقيها في كتالوج تاني 70، بس انت عرفت ان جي ديت هي اللي عن طريقها بظبط الابعاد على المكنه. يبقى انا عندي كود 20 جي 20 هو عباره عن القياس بالايه؟ بالبوصه. عندي جي 21 القياس بالمليمتر، بيقابلوا في انظمه اخرى جي 70 وهو القياس بالبوصه، وجي 71 هو القياس بالملي بالمليمتر. عندي كمان يا اولاد حاجه اسمها G50 او G59. طب ايه هي ال 50 و59 و57 معاك لحد G99؟ الكلام دوت هو عباره عن تحديد مواضع حركه اداه القطع في السيتنج بتاع الماكينه. يعني انا لو عايز احدد موقع حركه اداه القطع في السيتنج بتاع الماكينه اظبط على جي تبدا معايا من 55 لحد ما نوصل لجي 99. دي كلها اكواد بتحدد لي اماكن التحريك الاداه القطع على الايه؟ على الماكينه بتاعتي، وبنسميها اكواد الاوفست او ازاحه نقطه الصفر. لو عايز اغير في نقطه صفر في اي وضع من اوضاع نقاط الصفر اللي على الماكينه استخدم الاوفست، اكواد الاوفست اللي هي من جي 55 وحتى جي 99. طيب عندي اكواد اسمها ام. قبل ما ننتقل للاكواد الام لازم نفهم الفرق ما بين اكواد الجي واكواد الام. اكواد الجي دي اسمها اكواد اساسيه. الاكواد الاساسيه دي يا اولاد بدونها ما اقدرش انفذ اي حاجه في المنتج بتاعي. ليه؟ لان هي المسؤوله عن حركه العده.
دي الاكواد الايه الاساسيه. الاكواد المساعده هي اكواد بتساعدني على اجراء عمليه الايه التشغيل. يعني ايه اكواد مساعده او بتساعدني على اجراء عمليه التشغيل؟ قال لي الاكواد دي زي مثلا قوه تشغيل سائل التبريد. ما انا ممكن اعمل المنتج بتاعي كله من غير ما اشغل سائل تبريد، يبقى ده كان كود بيساعدني على اجراء عمليه الايه التنفيذ. يعني ممكن بدونه انفذ المنتج عادي، انما الاكواد الاساسيه لو انا ما حطيتهاش في البرنامج انا مش هقدر اعمل عمليه ايه تصنيع نهائي، مش هقدر اعمل عمليه تصنيع نهائي. تمام يا حبايبي؟ ده كده الفرق ما بين الاكواد الاساسيه والاكواد الايه المساعده. وقلنا الاكواد الاساسيه تبدا بحرف الجي والجي، والاكواد المساعده تبدا بحرف الام. وامثله بقى على الاكواد المساعده: تشغيل سائل تبريد ام 08، ايقاف سائل التبريد ام 09، دوران عمود الدوران في اي في اتجاه عقارب الساعه ام 03، دوران اي عمود دوران في اتجاه عكس عقارب الساعه ام 04، ايقاف عمود الدوران ما يدورش خالص ام 05، تغيير العده بتاعتي ام 07 ام 06. طيب لو انا شغال على سب بروجرام، والبروجرام لو انا هنهي البرنامج بتاعي بام 30 يبقى البرنامج ده هيتكرر لاكثر من شغله. لو هنهي البرنامج بتاعي بام 02 يبقى البرنامج ده هينفذ لي منتج واحد فقط. خلي بالك يا ولاد، الاكواد دي لو حطيتها في البرنامج غلط بتعمل عمليه غير المطلوبه نهائي. فلذلك لازم نعرف كل كود انا هستخدمه فين بالظبط في عمليه البرمجه. ما احطش برمجه ما مرميش اوامر وخلاص. لو حطينا اوامر وخلاص احنا مش هيطلع لنا المنتج اللي احنا عايزينه، هنسبب هنتسبب في اهدار كبير جدا للخامات بتاعتي وادوات القطع، وده مش هيبقى في صالح المؤسسه الانتاجيه اللي انا شغال ايه فيها. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي الام 02 امر يوضع في نهايه البرنامج لنهايه البرنامج وعدم العوده للايه للتكرار. ام 30 امر يوضع في نهايه البرنامج مع العوده للتكرار. ام 03 اداره عمود الدوران في اتجاه مع عقارب الساعه. ام 04 اداره عمود الدوران في اتجاه عكس عقارب الساعه. ام 05 ايقاف عمود الدوران ما يدورش خالص. ام 06 اغير العده بتاعتي. تمام يا حبايبي؟ دي كده كانت امثله على الجي كود والام كود، لان الاكواد بالنسبه لك مهمه، هي دي اللي هتخليك تعمل عمليه البرمجه بتاعتك. تمام؟ ننتقل بقى لسؤال اخر كده. بيقول لي يا اولاد اشكوا لغات البرمجه لمكنات التشغيل. احنا قلنا جي ام كود والكاد والاي بي تي ولغه المحادثه. طيب هنا بقى يا اولاد بيسالني سؤال مهم قوي قوي. بيقول لي لما انت هتكتب برنامج، سطر البرنامج بتاعك ممكن يتكون من ايه؟ احنا هنكتب برنامج، عايز يعرف مننا سطر البرنامج بتاعي هيتكون من ايه. اول حاجه يا اولاد في سطر البرنامج هيتكون من حاجه اسمها الان وورد، اللي هو رقم سطر البرنامج، ده رقم سطر الايه البرنامج. بعد كده بيتكون من حاجه اسمها جي كود، وهي امر الحركه الاساسي، وبيبقى بيليه على طول احداثيات الايه الحركه. عندي الاكس والواي والزد، ودي عباره عن احداثيات الحركه بتاعتي، احداثيات الحركه. عندي بعد كده الاف، ودي عباره عن الفيد. الاس عباره عن السبيد. التي وهي عباره عن الطول. الام وهي عباره عن اللي هي الاوامر الحركه المساعده. يبقى لما يجي يقول لي يا اولاد سطر البرنامج بيتكون من ايه، ده مهم جدا. الان رقم سطر البرنامج، الجي اكواد الحركه الاساسيه، الاكس والواي والزد احداثيات الحركه بتاعتي، الاف هي عباره عن الفيد، اختصار لكلمة فيد يعني التغذية بتاعتي اللي انا هشتغل بيها، دي الاف. طب ايه كمان؟ عندي الاس اللي هي السرعة، اللي هي السبيد. الاس دي اختصار لكلمة سبيد اللي هي السرعة بتاعتي. طب عندي كمان التي اللي هي الطول، رقم العدة اللي انا هشتغل بيها. عندي الام، امر الحركة الايه المساع، الام اللي هي امر الحركة الايه المساع. طيب عندي كمان ايه يا ولاد؟ قال لي
الحركة بتاعتي أو الشغلة بتاعتي، يبقى أنا عندي دلوقتي إيه هي الخطوات اللي أنا بسجل بيها رقم لسطر البرنامج. قال لي سطر البرنامج يتكون من رقم السطر، كود الحركة الأساسي، كود الحركة المساعد، الفيد والسبيد والطول، وكمان الام اللي هو ايه اوامر الحركة المساعدة. دلوقتي بقى هنبدأ ناخد برنامج صغير كده ونعرف منه الاحداثيات اللي اقدر ابرمج بيها البرنامج ده مع بعضينا بقى، نشوف كده برنامج جميل وبسيط قوي قوي قوي. احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب برمجة الشكل التالي مع ذكر وظيفة اوامر الحركة اللي انا هستخدمها. طب اول حاجة نبدأ نجيب الاحداثيات بتاعة الشكل. احداثيات الشكل يا اولاد، يعني انا هقول كل نقطة من الشكل بتاعي ده، كل نقطة من الشكل بتاعي بتبقى الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام. فانا هاجي النقطة رقم واحد ده، فين الاكس وفين الواي؟ ده محور اكس حبايبي، وده كده محور واي. محور اكس عليه بيانات ومحور واي عليه بيانات. انا عايز ابرمج الشكل ده، فلازم ادي للمكنه بعد كل نقطه هنفذها، بعد كل نقطه ايه هنفذها. لو انا هشتغل على النقطه رقم واحد، اشتغل على النقطه رقم كام؟ رقم واحد اهي. قال لي احداثياتها في المحور اكس هتبقى ب10، واحداثياتها في المحور واي هتكون ب10. طب انا عايز اجيب احداثيات النقطة بتاعتي رقم 2 دي. قال لي النقطة 2 انزلي على اكس كده هتلاقي احداثياتها في اكس ب10، بس في واي، واي بقت بكام؟ ب40. طب احداثيات النقطة رقم 3 دي، قال لي انزلي في اكس وهاتي احداثياتها من على اكس. انزل في اكس كده يا ولاد واجيب احداثياتها من على اكس، لقيت احداثياتها بكام؟ ب30. طب واحداثياتها في واي؟ لقيت احداثياتها ب60. نروح للنقطة رقم 4 وانزل اجيب احداثياتها من على اكس. نقطة رقم 4 كام في اكس؟ قال لي في اكس ب60. طب وكام في واي؟ نروح نجيب من واي، لقينا احداثياتها ب60. طيب نجيب احداثيات النقطة رقم كام؟ رقم 5. ننزل في اكس ونشوف احداثياتها، اكس بكام؟ لقيت اكس ب70. طب وعند واي؟ نروح على واي كده للنقطة رقم 5 ونجيب احداثياتها، لقيت احداثياتها بكام؟ ب50. هنيجي ناخد الخط بتاعي ده اخره احداثياته على المحور واي، واي بكام؟ قال لي واي ب30. طيب ولما اجي اخد احداثيات الخط ده، قال لي ده موازي الاكس. طالما الخط موازي الاكس اخد احداثياته من على اكس بس، طالما الخط موازي الواي اخد احداثياته من على واي بس. امتى اخد البعد في اكس وواي؟ عندما يكون الخط مائل او يوجد دوران. عندما يكون الخط مائل او يوجد ايه؟ دوران. لو في خط مائل او في دوران اخد احداثيات النقطة بتاعتي من على المحور اكس ومن على المحور ايه؟ واي. طب الخط ده يا ولاد خط مستقيم ولا خط مائل؟ قال لي ده خط مستقيم. طب الخط ده موازي لأني محور فيهم؟ محور اكس ام محور واي؟ قال لي محور اكس، يبقى اخد نهاية البعد بتاعه من على المحور اكس بتاعي. طب احداثياتي بقى هنا هتكون كام؟ قال لي احداثياته في اكس هتكون 50. لقيت دوران، اخد البعد من على كم محور؟ من على محورين. طب نهاية الدوران بتاعتي اخد الاحداثيات فيها ولا اخد بداية الدوران؟ هتاخد احداثيات نهاية الدوران. نهاية الدوران عند اكس بكام؟ انزل اشوف اكس ب40. وطالما دوران قلنا هناخد اكس وناخد واي، يبقى انا عندي هنا واي هاخدها بكام؟ قال لي بايه؟ ب20. طب بعد كده يا اولاد لقيت خط مستقيم، اخد احداثياتي في اكس واي ولا واي ولا اكس؟ قال لي شوف الخط ده الاول يا اولاد موازي لاني محور. الخط ده موازي لمحور مين؟ لقيت الخط ده موازي للمحور اكس او المحور واي. طب تعالى نشوف كده، ده كده موازي لاني محور؟ موازي للمحور الراسي ده، يبقى ده موازي للمحور واي. طالما موازي للمحور واي اخد البعد بتاعه من على المحور واي، وهو واي هتبقى بكام؟ ب10. واي هتبقى ب10.
بعد كده انا همشي في اتجاه المحور اكس، يبقى طالما همشي في اتجاه المحور اكس اخد البعد من على المحور اكس لنهاية الخط بتاعي، وهتبقى اكس بكام؟ ب10. طيب تاني يا ولاد كده، النقطة رقم واحد اشوفها في الجدول، اكس بكام؟ ب10، واي ب10، لان انا ماشي في خط مايل عشان اوصل لها. النقطة رقم اتنين هنا اهوت، ماشي هنا في نفس الاكس بس اتغير معايا مين؟ الواي بقى ب60. طيب النقطة بقت ب40. بعد كده النقطة رقم تلاتة اخد اكس وواي، اكس هتبقى بكام؟ قال لي اكس هتبقى ب30، والواي هتبقى بكام؟ ب60. يبقى احط 30 واحط 60. النقطة رقم اربعة يا ولاد، نتكلم مع بعضينا بقى، يبقى اربعة هنبدأ هنا اهوت ناخد البعد من على مين؟ اللي هيتغير معايا هو اكس، يبقى اربعة اللي هيتغير اكس، انما هثبت ايه؟ هثبت واي. لقيت دوران، هلاقي التغيير عندي حصل في اكس وفي واي، طالما في دوران يبقى التغيير هيحدث في اكس وفي ايه؟ وفي واي. اكس عندي هنا هتصبح كام؟ هتصبح الاكس هتبقى كام؟ 50. طب والواي بتاعتي هتبقى بكام؟ هتبقى ب50 ايضا. تمام، يبقى اكس هتبقى ب50، واي هتبقى بايه؟ ب50. نزلت هنا بقى كده يا اولاد وخدت البعد بتاعي ده في واي، واي عندي هنا هوصل لغايه واي بكام؟ اجيب واي من على المحور واي، لقيته ب30. هنا انا مشيت في المحور مين؟ المحور اكس لحد ما وصلت للنقطه بتاعتي ديت، يبقى النقطه ديت اجيبها من على المحور اكس هتبقى ب50. لقيت دوران، يبقى انا هتغير في كام محور؟ في المحورين. الدوران بتاعي دوت هاخد البعد بتاعه في اكس بكام؟ في اكس قال لي 40. طب وواي؟ قال لي 20. طب نزلت خط عدل تاني، الخط ده يوازي المحور واي، يبقى اخد البعد بتاعه من على المحور واي هيبقى واي ب10. مشيت الجزئيه ديت يا اولاد، يبقى الجزئيه ديت انا مشيتها في المحور مين؟ في المحور اكس. طالما مشيتها في المحور اكس يبقى اخد بعدها من على المحور اكس، واكس هتبقى بكام؟ ب10. في الحاله دي يا اولاد الجزئية اللي احنا قلناها دي مهمة جدا، عشان دي اساس عملية البرمجة. انت هنا لما بيطلب منك في عملية البرمجة بيطلب منك احداثيات كل نقطة انت هتبرمجها، فاحداثيات كل نقطة بتجيب له احداثيات النقطة دي من على المحور اكس ومن على المحور واي. والاحداثيات اللي احنا جبناها دي دلوقتي جبناها بالنظام المطلق، ليه؟ لان انا نسبت كل بعد انا جايباه لنقطة صفر مين؟ الشغلة. طالما هنسب ابعادي كلها لنقطة صفر الشغلة، بيبقى النظام اللي انا بقيس بيه ده يا ولاد اسمه نظام القياس الايه؟ المطلق. نظام القياس الايه؟ المطلق. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا عندي هنا لو طلب مني برمجة بشوف النقطة رقم واحد اكس فيها بكام وواي فيها بكام، طب امتى اخد اكس وواي، وامتى اخد اكس بس، وامتى اخد واي بس؟ اخد نقطتين اكس وواي لو الخط اللي انا هبرمجه مائل او في دوران، في الحالة دي اخد احداثيات اكس وواي، وهتلاقي احداثيات الاكس وواي بتتغير معاك. انما لو الخط بتاعك عدل موازي للمحور واي اخد احداثي واي فقط، لو الخط بتاعك عدل موازي للمحور اكس اخد احداثي اكس فقط. تمام يا حبايبي؟ طيب انا دلوقتي عرفت ان انا لو ماشي في خط عدل في اتجاه اكس اخد اكس بس، لو ماشي في خط عدل في اتجاه واي اخد واي بس، لو انا ماشي في خط مائل اخد اكس وواي، لو ماشي في دوران اخد اكس وواي. ودي بالنسبه لك اساسيات برمجه. تمام حبايبي، ننتقل مع بعض بقى لجزئيه اخرى كده. قال لي احنا هنا استخدمنا اوامر ايه في البرنامج بتاعي؟ لو البرنامج ده هنفذه على المكنه هستخدم له اوامر ايه؟ قال لي البرنامج ده فيه دوران، ودوران مع اتجاه عقارب الساعه، ودوران اخر عكس اتجاه عقارب الساعه. والبرنامج ايضا لو احنا شفناه مره تانية يا اولاد فيه خط مستقيم، يبقى البرنامج فيه خطوط مستقيمه وفيه دورانات وفيه خط مائل. ايه هي الاوامر اللي انا هستخدمها عشان ابرمج بيها البرنامج ده؟ قال لي مش احنا درسنا لو انا شغال في خط مستقيم داخل الشغله هستخدم الامر G01، ولو انا عايز اعمل استقراب للعده على الشغله يبقى انا هستخدم الامر G00، ولو انا هعمل دوران مع اتجاه عقارب الساعه هستخدم القوس G02، ولو انا هعمل دوران عكس اتجاه عقارب الساعه هستخدم القوس G03. يبقى نركز يا حبايبي، لما يجي لك مساله زي كده بيقول لك اعمل لي اذكر لي احداثيات الايه؟ البرنامج.
ثم اذكر الأوامر اللي هتستخدم علشان تجري بيها عملية البرمجة. أنزل الإحداثيات لكل نقطة في إكس وواي، ثم بعد كده أشوف الرسمة بتاعتي. نبص على الرسمة ومن خلالها هقول لك لكل جزئية إحنا هنستخدم الأمر إيه. مع بعضينا كده على الرسمة اللي قدامنا. بص حبايبي كده، لو أنا استخدمت، لو أنا مشيت هنا على الخط المستقيم بتاعي ده، تمام؟ لو أنا مشيت خط مستقيم يبقى أنا استخدمت الأمر إيه؟ جي زيرو واحد. أستخدم الخط المستقيم ده عشان أعمله بردك، هستخدم له أمر اسمه جي زيرو واحد. الخط المائل نفس الكلام، جي زيرو واحد. يعني الخطوط المستقيمة دي كلها جي زيرو واحد. تعالى بقى للدوران. الدوران ده ماشي مع اتجاه عقارب الساعة. طالما همشي في دوران مع اتجاه عقارب الساعة يبقى استخدم القوس جي زيرو اتنين. هشتغل في دوران عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى ده قوس جي زيرو كام؟ تلاتة. يبقى أنا عرفت إن الأوامر اللي أنا هستخدمها عشان أنفذ بيها المنتج ده جي زيرو واحد، جي زيرو زيرو، جي زيرو اتنين، جي زيرو تلاتة. وهتكتب له استخدام كل أمر في إيه. يعني جي زيرو زيرو بجري بيه عملية الاستقراب للعدة في اتجاه الشغل، الجي زيرو واحد بجري بيه عملية الحفر والتفريز في خط مستقيم بتغذية بطيئة، الجي زيرو اتنين بنعمل بيه أو بنجري بيه عملية الحفر في دوران مع اتجاه عقارب الساعة، الجي زيرو تلاتة بنجري بيه عملية الحفر أو التفريز في دوران عكس اتجاه عقارب الايه؟ الساعة. بكده أنا عملت برمجة بسيطة لإحداثيات الحركة، وقلت ايه الأوامر اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أنفذ البرنامج ده بيها. تمام يا ولاد؟ نبدأ بقى بعد كده نشوف كده سؤال جميل. هو هنا بعرض ايه هي الأوامر اللي أنا استخدمتها. استخدمت الجي زيرو زيرو اللي هي حركة العدة بأقصى سرعة في خط مستقيم وبدون تغذية، استخدمت كمان الجي زيرو واحد وحركة العدة في خط مستقيم بتغذية بطيئة داخل الشغلة، استخدمت الجي زيرو تلاتة وهي الدوران مع اتجاه عقارب الساعة، الجي زيرو تلاتة الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، واستخدمت كمان الجي زيرو اتنين وهي الدوران في اتجاه عقارب الساعة. جايلي سؤال جميل قوي بقى يا ولاد، بيقول لي برمج البرنامج بتاعنا ده وحط سطر البرنامج، برنامج برمجة الكونتور بلغة الجي ام كود. انا عشان ابرمج الكونتور بلغة الجي ام كود لازم احط سطر البرنامج بتاعي. سطر البرنامج ده مكون من ايه؟ مكون من الجي اللي هو امر الحركة الاساسي، مكون من الام اللي هو امر الحركة المساعد، كمان عندي الاكس والواي والزد هي عبارة عن احداثيات الحركة بتاعتي، عندي اليو والكي هي احداثيات الابعاد التزايدية، الاف هي عبارة عن الفيد، الاس هي عبارة عن السبيد. طب يعني ايه فيد؟ يعني تغذية. الاس عبارة عن السبيد اللي هي السرعة، البي والكيو بارامترز تبقى موجودة علشان السايكلز، علشان الدورات الجاهزة، الار لو انا هعمل دوران ولا حاجة ابدأ احط الار بتاعتي واحط قيمتها. يعني ده كده الديتيلز بتاعت اي برنامج، دي كده البيانات بتاعت اي برنامج لسطر البرنامج، امر الحركة الاساسي، امر الحركة المساعد، اكس واي وزد احداثيات الحركة بتاعتي، اليو كي دي عبارة عن احداثيات تزايدية، الاف اختصار لكلمة فيد وهي التغذية، الاس اختصار لكلمة سرعة وهي السبيد بتاعتي، البي والكيو عبارة عن بارامترز تخص الدورات الجاهزة، الار هي عبارة عن برمجة نصف قطر الايه؟ الدورانات. حلو قوي. احنا نبدأ بقى دلوقتي نمسك البرنامج بتاعنا ونعمل له عملية برمجة باستخدام اوامر الحركة اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب احنا عايزين نعمل عملية برمجة ان واحد، هنقول جي تسعين جي واحد وعشرين، وده معناه ايه؟ معناه ان انا هشتغل بالنظام القياس المطلق وهشتغل ابعادي بالمليمتر. هشتغل بنظام القياس المطلق وهشتغل ابعادي بالملي ايه؟ بالمليمتر. تاني خطوة ببدأ اغير العدة واجيب العدة اللي انا هشتغل بيها. عشان اغير العدة هحط الكود M06 واجيب العدة بتاعتي اللي هي رقمها واحد في برج العدة، يبقى هحط M06 وهبدأ اجيب العدة الاولانية اللي هي T0 ايه؟ T01. طيب بعد كده يا اولاد هبدأ احط الجزء اللي انا هبدأ استقرب عليه، استقرب بيه العدة.
يعني العدة هعملها اجيبها تستقرب لحد اكس بزيرو واي بزيرو زد بزيرو، اكس بزيرو واي بزيرو وزد بايه؟ وزد بزيرو. تمام. يبقى في الحالة ديت انا كده جيت عملت عملية استقراب لمين؟ للعدة بتاعتي. طيب بعد كده هبدأ ان انا اعمل عملية السرعة، او ان انا اختار السرعة بتاعتي. السرعة بتاعتي اللي هي عبارة عن السبيد، والسبيد دي اخترتها كده هنا كام؟ 2000. وعشان ابدأ يعني اظبط الشغل المكنة بتاعتي على السبيد بتاعتي لازم احط الام 05. يبقى هنا الخطوات دي يا ولاد تاني، اول حاجة عملتها في البرنامج ان انا استخدمت نظام القياس المطلق فحطيت جي 90، يبقى انا هستخدم هنا نظام القياس الايه؟ المطلق، يبقى اكتب جي 90. هستخدم قياس الابعاد بالمليمتر حطيت الجي 21. هغير العدة بتاعتي واجيب العدة رقم 1 حطيت ام 06 وجبت رقم العدة رقم 1. بعد كده هعمل استقراب بالعدة، اختار الكود جي 00 وهعمل استقراب لمين؟ لنقطة صفر الشغلة. نقطة صفر الشغلة احداثياتها ايه؟ اكس بزيرو واي بزيرو زد بزيرو. تمام يا حبايبي، وبكده احنا النهارده اخدنا معلومات كثيره جدا عن المعلومات الاساسيه لماكينه السي ان سي وماده السي ان سي، اخدنا شوط كبير جدا في مراجعتنا. شكرا ليكم ابنائي، وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا. اترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا، المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعض سنوية.